بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بيكم وحلقه جديده من ملعب الاهلي حلقه 5 اغسطس 2018 هي حلقه بالتاكيد مكمله للحلقات السابقه لكن هنستعرض فيها كل الاحداث والظواهر الخاصه بالجوله الاولى وكمان في الفقره اللي بعد الانترو هيكون معايا الاستاذ حاتم كرمان نائب رئيس تحرير الاهرام المسائي هنستعرض معاه وهنتكلم معاه عن ابرز الظواهر الايجابيه والسلبيه في الجوله الاولى بموسم 2018-2019 وكمان هنتكلم معاه على مستوى الانديه بشكل عام الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري وكل الانديه وكمان مستوى الانديه اللي صعدت من الدرجه الثانيه مع الدوري الممتاز مع الاستاذ حاتم كرمان نائب رئيس تحرير الاهرام المسائي. اخر فقره او اخر فقره هتبقى معانا هيبقى معانا او في ملعب الاهلي النهارده هيبقى معانا كابتن احمد بلال وكابتن عادل عبد الرحمن هنتكلم معهم برضو في الأمور الفنية ورأهم في الجولة الأولى وبداية الجولة الثانية اللي شهدت تفوق لنادي الزمالك على حساب الاتحاد السكندري 5 أهداف لمقابل هدف. دي حلقتنا النهاردة يعني فقراتها لكن يمكن وأنا بحضر الحلقة أنا والزملاء كلنا قعدنا مع بعض نقول إيه اللي ممكن نبدأ بيه الحلقة مش اكتشفنا كالمعتاد يمكن في السنين اللي فاتت العشر 12 سنة اللي فاتوا الحتة الإعلامية وخصوصا الحتة الإعلامية الرياضية أو الإعلام الرياضي قايم على الأحداث أو السخونة أو الأشياء اللي هي ممكن تجذب المشاهدين أو المتابعين سواء كان في اللقاءات المباشرة أو البرامج المباشرة أو حتى على اليوتيوب كمية المشاهدة والأمر بقى مختص شوية بفكرة الإعلانات وفكرة اليوتيوب والمشاهدة والفلوس اللي ممكن تيجي من خلال المشاهدة. ده خلينا نروح لأصل عندنا في التراث المصري المواويل المصرية والأمثال الشعبية المصرية والحكم المصرية ما كانتش جاية من الفراغ. لما يقولك على الأصل دور يعني الكلام ده أو الحكم اللي شابه على الأصل دور كانت الناس بتعكس واقع أو حالة اجتماعية عايشينها البشر في الوقت ده أو المجتمع في الوقت ده. أنا بتكلم تحديدا على المجتمع المصري أو رغبة في مستقبل أفضل أو أمل في مستقبل أفضل. عشان كده كانوا بيقولوا أمثال شعبية تتناسب مع الأحداث السارية والجارية أو بيقولوا حكم أو مواويل حتى يعني على الأصل دور دايما يعني احنا مش هنروح للحتة اللي فيها سخونة أو مكالمات أو تلقيح بالكلام أو خناقات أو تجاوزات أو سباب أو يعني في الأهلي مش هيحصل ده أو في الأهلي أو في قناة الأهلي أو أي حاجة تبع النادي الأهلي مش هيحصل ده. الأهلي بيحمل رصيد كبير جدا 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 عند الناس أول ما بيتذكر أي حاجة في حياتك ده في علم النفس بيقولوا كده يعني أي حاجة بتتقال قدامك على طول أنت فكرك أول ما بتسمع كلمة أو جملة أو اسم أو بلد أو يعني حاجة خاصة بحد تعرفه بيجي في ذهنك على طول صورة أنت راسمها ليه. أول ما بيتذكر اسم الأهلي بتروح على شوية ثوابت على طول. الأصل دور في 1907 تم إنشاء النادي الأهلي. فكرة النادي الأهلي كانت منشأة أساسا عشان الشعبية والوطنية وتلاحم الشعب مع بعضه وهنا جت فكرة الأهلي. فعشان كده هتلاقي في حاجة حصلت حاجة ربانية كده من أول ما أنشأ 1907 لحد دلوقتي هتلاقي الأصل دايما غلاب في النادي الأهلي ودي سمات حتى العائلات الكبيرة أو العريقة دايما هتلاقيهم عندهم الأصول في التعامل عندهم الأصول في المبادئ عندهم الأصول في الفكر عندهم الكبير وعندهم القيم عندهم الثوابت عندهم الأخلاق عندهم الكلمة عقد عندهم التزام عندهم صفات يعني أعتقد إن احنا مطالبين قدام ربنا سبحانه وتعالى قبل أي حد إن احنا نحافظ عليها ما اختلاف العصور والأفكار والأجيال لكن هيفضل ده لازم كل واحد ربنا هيحاسبه لوحده وكل واحد كل يوم ما يبقى فيه حساب هتتحاسب على اللي انت عملته مش اللي عمله غيرك على اللي انت عملته على اللي انت قدمته على اللي انت أضفته. فعشان كده من جمال النادي الأهلي ومن أصول النادي الأهلي إن هو عنده أصل الأصول عنده ثابتة الأصول عنده ما بتتغيرش وعشان كده يقول لك ارفع راسك انت مصري قبل ما تكون أهلاوي انت مصري قبل ما تكون أهلاوي والأهلي جزء كبير جدا من مصر وزي ما مصر عريقة جدا وعندها أصول فظيعة جدا كمان الأهلي عنده الثوابت دي الثوابت والقيمة والمبدأ والأخلاق والصفات الكريمة كلها ما جاتش بس من البطولات لا جات كمان من المواقف جات كمان من التعامل جات كمان من الردود جات كمان من حاجات كتير جدا الأصول دي
الثقة لازم تكون موجودة ما بينك وما بين جمهورك، ما بين جمهورك وما بينك، ما بين الجمهور واللعيبة. الثقة في البطولة، الثقة في السلوك، الثقة في القيادة، الثقة في الجهاز، الثقة في اللعيبة، الثقة كبيرة جدا لازم تكون موجودة. مفيش داعي لأي قلق، مفيش داعي لأي توتر، مفيش داعي لأي تنشنة، مفيش كده خالص. انت عندك ثوابت، انت عندك أصول، عندك حاجات كتير جدا اكتسبتها، مواقف كتيرة مريت بيها، أزمات كتيرة تعرضت ليها، بطولات كبيرة جدا جدا وعظيمة جدا في أصعب الظروف وأصعب المحن وأصعب الأوقات، ومع ذلك بتظهر أو بيظهر المعدن المصري في الأول والمعدن الأهلاوي، بيظهر إزاي تتعامل مع ده، إزاي تتعامل مع زميلك ومع منافسيك ومع محبيك ومع منتقديك ومع كل الناس اللي حواليك. هنا الأصل، على الأصل دور، على الأصل دور، ما تبقاش هدفك كله إن أنت رايح بس هتكسب قرشين من هنا أو ثلاثة من هنا كبرامج رياضية. أنا بخص البرامج الرياضية عشان على اليوتيوب بيأولوني كلام أنا مش بتاعي خالص، مش دي، أنا راجل شخص إيجابي في حياتي، دايما امبارح بسيبه لامبارح وبكرة هو اللي بفكر فيه. عشان كده أنا بخص دايما البرامج الرياضية، بخص دايما الأمور اللي احنا فيها دلوقتي. ما تأولونيش كلام، ما تأولوش سيد عبد الحفيظ كلام هو ما قالوش يعني على اليوتيوب او على السوشيال ميديا عامة. انا مش هقول ده، انا راجل ايجابي دايما بفكر بايجابية وهفكر دايما بايجابية طول عمري. عشان كده بقول لحضراتكم على الاصل دور. مبدأ البطولة ان انت تعيش اسمك، ولا البطولة انك تعيش؟ دي كانت كلمات قالها يعني الاستاذ عادل علي الحجار في تتر لمسلسل العظيم يحيى الفخراني شيخ العرب همام. يمكن أنا بستدل بشوية حاجات لكن لها معاني كبيرة جدا. البطولة تعيش اسمك ولا البطولة إنك تعيش؟ يعني البطولة عندك إن أنت تعيش 60 70 50، يعني 70 80، هتموت هتموت، لكن البطولة الحقيقية والنجومية الحقيقية إن اسمك يعيش، اسمك يفضل بعد حتى ما تموت. وده هدف النادي الأهلي، ده هدف النادي الأهلي. بقول لكل منتقدين النادي الأهلي وبقول لكل منتقدين اسم النادي الأهلي أو صفات النادي الأهلي أو قيم ومبادئ النادي الأهلي اللي انتوا عايزين تبعدوا عنها، لا، البطولة عندنا إن الاسم يعيش. والبطولة عندنا مش في البطولات وبس، البطولة عندنا في سلوكنا حتى معاكوا انتوا. كل جمهور النادي الأهلي بقول لهم جملة في منتهى الأهمية. دوري 2019 لأقرب منافسيك هو رقم 13. كنت انت عايش واقع من 40 سنة. يعني أقرب منافسين الأهلي عنده 12 لقب، انت عندك 40 لقب. يعني انت فرقك بينك وبين منافسيك أو أقرب منافسيك 28 لقب. يعني انت بتتكلم سنة 72 ولا 73، البطولة اللي انت حققتها كانت رقم 13 بالنسبة لك، لسه ما اتحققتش في 2019. إذا حلم أقرب منافسيك في 2019 كنت انت عايش واقع في 72 73، المسافة بعيدة جدا، المسافة بعيدة. وقيم ومعادن النادي الأهلي اللي بينتقد النادي الأهلي، والله يعني سمعت زميل بيقول الروس اتساوت. يا سيدي الروس عمرها ما هتتساوى، لأن رقم واحد هيفضل طول عمره رقم واحد، ورقم اتنين هو راضي برقم اتنين. وفي أفريقيا يعني انت بالنسبة لنا في أفريقيا أو احنا بالنسبة للناس في أفريقيا، احنا ناس بنبص على الهدف الأكبر، الهدف بتاعنا الأكبر. عشان كده سمعتنا سبقانا في أفريقيا، مكانتنا محفوظة في أفريقيا. بقول كل الكلام ده ليه؟ بقول كل الكلام ده عشان احنا الثوابت اللي عندك لا يمكن تتغير. الثوابت بتاعتك بقولها لكل الناس اللي موجودة في النادي، وبقولها لكل الناس اللي بتشجع النادي، خلي دايما الثقة موجودة. ثقة الجمهور في القيادة اللي عندك، ثقة القيادة في الجهاز، ثقة الجهاز في اللعيبة، ثقة اللعيبة في نفسهم، ثقة اللعيبة في نفسهم. انت من احسن اللعيبة اللي موجودة في مصر، انت من احسن اللعيبة اللي موجودة حاليا. مفيش داعي لأي قلق، مفيش داعي لأي توتر. المشوار بعيد والمشوار طويل، لازم الثقة دي تكون موجودة، لازم الثقة دي تكون ثابتة عندك على طول، ما تهزكش ابدا. كل ده مهم جدا ان انت تكون حاطه في حساباتك. الدوري وافريقيا مشوار بعيد جدا، بيحصل فيه كتير جدا من المتغيرات وكتير جدا من الاحداث، انت هتتعامل مع ده ازاي؟ وبقول للناس كلها، وبقول لكل الناس، ما عندناش اي ازمه واي غضاضه واي مشكله مع المنتقدين بتوعنا او الناس اللي بتنتقد النادي او بتنتقد طريقه لعب النادي او بتقول الاهلي في ماتش الاسماعيلي او الاهلي مش هيعمل. يعني كل ده حقك،
كل ده حقك، لكن بقول لهم احنا كمان بنشتغل على نفسنا، وده الصح على فكرة. يعني دايما اشتغل على نفسك. اكبر حاجة ممكن تساعدك الملعب. 80%، انا بقول رأيي الشخصي، بقول رأيي الشخصي، 80% من اي مشكلة ممكن تقابلك اجابتها وحلولها في الملعب، رغم ان هي ممكن ما تبقاش لها اساس بالفرقة، وملهاش لها اساس بالامور الفنية، وملهاش لها اساس حتى بالبطولات ولا حاجة، لكن الملعب بيحلها. كل لعيبة النادي الاهلي عندها مسؤولية، مسؤولية كبيرة. الملعب بيحل حاجات كتير. ركز في الملعب، خلي عندك ثقة، خلي عندك شخصية، ركز في الملعب بس، اشتغل على نفسك بس. كمان لكل الناس، انا مش بدي نصايح هنا والكتاب او هألف كتاب، لكن انا بتكلم على الثوابت اللي بدأت بيها، بتكلم على الاصول اللي بدأت بيها. مفيش حد يبقى عنده تطلعات، لا تطلعات فنية ولا تطلعات إدارية ولا تطلعات شخصية ولا تطلعات حسابية ولا تطلع ابدا. خلي اسم النادي هو الاول، خلي اسم النادي هو اللي فوق، خلي اسم النادي هو اللي عالي، خلي اسم النادي دايما في كل مكان. النجاح هيجي هيجي، النجاح هيجي هيجي، ما تقلقش وما تفكرش كتير. انت عندك اكبر عوامل للنجاح، اكبر اسس للنجاح عندك. عندك قاعدة جماهيرية عريضة جدا مش موجودة في الوطن العربي ولا في افريقيا ولا في اي حتة. عندك قاعدة شعبية حيرت العالم كله. عندك موارد، عندك امور مالية، عندك استقرار اداري، عندك جهاز فني محترم، عندك لعيبة كويسة، عندك كل حاجة، كل عوامل النجاح عندك، كل عوامل النجاح عندك. ولما بقول الاصول هفضل الف وادور عليها. العصور ماشي مفيش مشكلة، مش هنلبس طرابيش في 2019، مش هيحصل، خلاص العصور بتتغير والفكر بيتغير. وممكن تدير بأمر في سنة 50 ما تعرفش تدير بنفس الأمر سنة 2019، ده وضع طبيعي، لازم تجاري الأحداث، لكن الثوابت هي هي. احنا العزيزة عارفين الموضوع ده، عندنا كده كرامة بنفسنا أو عزة بنفسنا، وده ما يضايقش حد وما يزعلش حد. احنا بنعتز بنفسنا، بل بالعكس احنا بيبقى عندنا غيرة كبيرة جدا جدا جدا، وخصوصا على الحتة الافريقية، او لما بنكون في الحتة الافريقية. لما تتغلب 3 تعال لنا واحنا نكسب لك اللي غلبك 3، لما تتغلب 5 تعال لنا واحنا نكسب لك اللي غلبك 6. ما تقلقش من ده، كلنا ايد واحدة، كلنا مصريين، بنزعل لو حصل حاجة، حتى لو كان الفريق ده بيني وبينه يعني حاجات مناوشات ومنافسات ولا حاجة، لكن في الاخر احنا واحد. لما هنخش على الاطار المصري، الاطار المنافسة المصرية، اعمل اللي انت عايزه وخد تجاربك واعمل وهات لعيبه وهات كل حاجه، ده حقك. احنا كمان لازم نشتغل على نفسنا، احنا كمان لازم نقفل على نفسنا، اختيارنا يكون مظبوط وتقييمنا يكون مظبوط، ونبص لقدام، ما نبصش على اللي حوالينا، نبص في نفسنا. انا بقول كل ده عشان الثقه اللي عند الجماهير تبقى موجوده وهتفضل موجوده. الثقه دي انت جايبها من التاريخ، الثقه دي انت جايبها من البطولات، الثقه دي انت جايبها من المواقف، الثقه دي انت جايبها من الانجازات، الثقه دي انت جايبها من عزتك وكرامتك مع نفسك. انت جايب كل الثقه دي، ما تفكرش كتير. ومحدش يقولني حاجه، زي ما قلت بعد اذنكم لو سمحتوا على اليوتيوب، انا بفكر في الاهلي فقط، انا بتكلم على الاهلي فقط، بتكلم حتى لو كانت حاجه مش مع النادي الاهلي في الوقت الحالي، بس لصالح النادي الاهلي هفكر فيها بس، هفكر فيها بس. سياسة ان البرامج التالية والناس بتتكلم على ناس وناس بتشتم ناس أو دي مش عندنا، وانا ما بفكرش كده خالص، وتعلمت كده على فكرة. يعني ممكن تقعد ساعتين ثلاثة في اجتماع في النادي الاهلي ما يتذكرش اسم حد، انت بتفكر في شخصك، في ناديك بس، فكر في ناديك بس. بقول لكل جمهور النادي الاهلي من اول محافظه سينا لحد محافظه البحيره، ياللي من البحيره ومن اخر الصعيد، فنانه العظيمه شاديه، كلهم اهلاويه او النسبه الاكبر او 90% اهلاويه. مش عايز اقول خلي في بطنك بطيخه صيفي، مش عايز اقول كده، مش عايز اقول خلي في بطنك بطيخه صيفي، لكن خلي عندك ثقه كبيره جدا، ثقه كبيره جدا في اللي جاي، ثقه كبيره جدا في التعامل، في كل شيء، في المنافسات الدوري، منافسات الدوري كوره، احنا بنتكلم كوره فقط. ارفع راسك فوق، انت مصري قبل ما تكون اهلاوي، والاهلي جزء كبير جدا جدا من مصر. احنا ناس بنحب جدا مش نعيش في الماضي عشان نتعلم منه، وهو اللي هيدينا بكره مع الاصول والثوابت اللي احنا بنتكلم فيها، لكن عندنا متغيرات طبعا مع العصور بنتعامل معاها. يعني خلي ثقه في نفسك وفي امكانيات فرقتك وفي ناديك وفي كل حاجه تخصك.
أنا قلت الكلمة ديت بعد مناقشات مع زمايلي في الإعداد أو المقدمة ديت، لأن أنا حسيت إن إحنا لازم يبقى عندنا دور دايما إيجابي. والإيجابية مش إن أنت تتكلم على فلان أو تتكلم على علان أو تتكلم على مش دي الإيجابية خالص. الإيجابية إزاي تطور. محدش بيجي يوفر في سنة 2019، اللي بيجي يجي يطور. مش هتوفر، ما بقتش لغة العصر. أنت تيجي تطور قطاع الناشئين، يبقى فيه تطوير قطاع القطاع الكرة كله، الدنيا تبقى زي الفل. الأهلي عنده ده، عنده مجلس إدارة محترم، عنده جهاز فني محترم، عنده لعيبة محترمة، عنده فكر محترم، عنده شخصيات رائعة. كل ده موجود في الأهلي. عشان كده بقول لحضراتكم النجاح موجود وكان موجود وهيفضل موجود طول ما فيه اسم النادي الأهلي صاحب الأصل الكبير جدا. دي كانت المقدمة. فاصل هطلع وبعدين نتكلم في أخبارنا وبعدين نستقبل ضيوفنا، أستاذ حاتم قرمان نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي، وبعديه في الفقرة الأخيرة من ملعب الأهلي 5 أغسطس 2018 هيبقى معايا كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن أحمد بلال. بعد الفاصل اللي جاي نستعرض أخبارنا. الفانيلا الحمراء. احنا الاهلي.
بكم مره ثانيه، وعايز اقول لحضراتكم تواصلوا معايا على الفيسبوك، على صفحات ملعب الاهلي وقناه النادي الاهلي على الفيسبوك. هقرا كتير جدا من ارائكم واقتراحاتكم، وكمان ردود افعالكم، وهل لكم بعض الاقتراحات او الملاحظات يا ريت تتواصلوا معنا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك. هنشوف بعض الاخبار او هنقرا بعض الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي قبل ما استقبل ضيوفنا. عمار حمدي ده منتقل من النادي النصر النادي الاهلي، وسنه بالتاكيد صغير تحت السن، لاول مره النهارده بيشارك في التدريبات الجماعيه. هو لعيب كويس قوي على فكره، وكان نادي النصر كمان كان جاله عرض خارجي، لكن الحمد لله رب العالمين اموره الى حد كبير جدا ماشيه مع النادي الاهلي. تعرفين ان النادي الاهلي بيختتم استعداداته قبل ما يسافر لاسكندريه بكره، هيقابل نادي المصري، هي مباراه المصري، لكن المصري معتاد ان هو بيلعب على برج العرب، مباراة مهمة جدا، مباراة قوية جدا جدا، لكن في النهاية برضو هي مباراة في أولى مباريات الدوري. يعني أنا بقول الرأي طبعا ومقتنع بيه تماما، يعني المشوار لسه بعيد جدا جدا، ولسه صفوف النادي الأهلي ما اكتملتش بنسبة 100%، في إصابات كتير، حتى في إصابات خارج عن إرادة الجميع وهتاخد فترة طويلة زي أجايه مثلا ولا حاجة. فالدوري بيتاخد على مراحل، المرحلة الأولى حلوة تجمع فيها نقاط وكل حاجة، لكن في النهاية وارد فيها حاجات كتير جدا يعني. فمباراة المصري مباراة قوية ومباراة حماسية ومباراة صعبة ومباراة قول زي ما أنت عايز، وفي حسابات ما بين الأهلي والمصري في خصوصا في الفترة الأخيرة، لكن في النهاية هي مباراة من ضمن المباريات في الأسبوع الثاني، لسه في 32 أسبوع. عمار حمدي زي ما قلت لكم بيشارك لأول مرة، والجهاز الفني وكارتيرون ومحمد كابتن محمد يوسف قعدوا مع عمار واتكلموا معاه في بعض النقاط الالتزامية الفنية أكيد يعني. نيدفيد كان جاله عرى من فنلندا، لكن الجهاز الفني فضل ان هو ما يروحش، كان جاله اعراب بدون مقابل يعني. كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بعمل مدير الكره قال ان هو بيرفض كل العروض المقدمه لاي لاعب في الوقت الحالي، وان هو متمسك بكل اللعيبه، وده وضع طبيعي جدا خلي بالكم، لان كمان الاهلي القايمه 25 وفي اصابات كتيره، وفي ناس من العناصر المؤثره مصابه كمان. يمكن الفتره في الانتقالات الشتويه هيبقى في 5، هتبقى العدد اكبر شويه، لكن في فتره النص الاولاني من الموسم هيبقى في البطوله الافريقيه، في البطوله المحليه، في البطوله العربيه، في حتى البطوله الافريقيه الثانيه هتقام في النص الاولاني. فطبيعي جدا يبقى لازم يبقى في تمسك بكل اللعيبه، حتى اللعيبه نفسهم بقى يرفضوا الفكره ديت او يستبعدوها، عشان يبقى في تركيز كامل في المشوار المحلي والافريقي والعربي. أجايه يعني كان في كلام ان هو ممكن يسافر المانيا، هيخضع لجراحه ولا لا؟ طبعا ماير اللي هو الدكتور الالماني قال ان هو مش مستاهل جراحه، او الاصابه ما تستدعيش الجراحه، بالمشاوره مع دكتور خالد بهائي رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي. كابتن محمد يوسف قال ان هو من خلال التواصل مع ماير اكدوا ان هو مش محتاج ان هو يسافر. الاهلي ما بيبخلش في الحته ديت، ومن احسن الناس اللي موجوده على المستوى العربي والافريقي كله، ما بيبخلش على لعيبته في اي حاجه خالص. اي حد بيستدعي ان هو يبقى فيه تكمله لعلاج او فحص بره او عمليه بره، من قديم الازل، من زمان جدا، مش من دلوقتي بس يعني. فحريص جدا على اولاده، حريص جدا على نجومه، فلو في اي حاجه انا متاكد من ده يعني، وكلكم متاكدين من ده، ان هو ما بيتاخرش خالص يعني. لكن أجايه يعني الاصابه بتاعته مش مستاهله او مش مستدعيه ان هو يسافر بره في المانيا. كل التوفيق لأجايه، واحد من العناصر المميزه جدا جدا والاساسيه والرئيسيه في تيم النادي الاهلي. لكن يعني الحاجات اللي بقول لكم اللي بتبقى خارجه عن الاراده في وقت انت بتبقى محتاج لعيب معين في توقيت معين، لما بيغيب عنك ولا حاجه بيحصل خلل شويه في الاول يعني، لكن الحسابات بترجع من جديد والدنيا بتمشي بشكل كويس. زي ما اتكلمنا امبارح يعني ان الاتحاد الافريقي الكاف كان مد القيد الافريقي اليوم 15 اغسطس، وكابتن محمد يوسف قال ان هو الاعلان عن الاسمين اللي فاضلين، فاضل اسمين بس، هيكون بعد مباراه النجمه اللبناني. النجمه اللبناني ده هيبقى يوم 13 اغسطس، بعديها هيتم الاعلان عن الاسمين اللي موجودين في افريقيا، لان انت هتلعب يوم 18 مع الترجي التونسي، فاضل اسمين. اعتقد ان هم هيبقوا اسمين من ثلاثه، يعني ناصر ماهر واكرم توفيق ومحمد شريف. يعني ناصر ماهر ثبت وجوده بشكل كويس، يثبته اكتر في المباريات اللي جايه. محمد شريف عند الراجل ثقه بيه، يعني باينه جدا جدا في من خلال يعني اختيارات الراجل، مشاركه الراجل، التفكير فيه كأول تغيير في
في ظروف صعبه في مباراه الاسماعيلي وانت كمان متاخر بهدف، فده يدي لك مدلول ان هو الراجل اللي عنده ثقه فيه. فاكرم توفيق يعني اسم ممكن البوزيشن هو اللي يحكم ان هو يبقى موجود معاه. الرباعي اللي قدامنا ده يعني على الشاشه ده شريف اكرامي وعلي لطفي محمد الشناوي واحمد طارق سليمان موجودين في تدريبه النادي الاهلي. نرجع لموضوع القائمه الافريقيه، اكرم توفيق ممكن البوزيشن هو اللي يجبر او يخلي الجهاز الفني بحسب يعني احداث المباريات اللي جايه وظروفها ان ممكن يبقى في استعانه باكرم توفيق على حساب حد من الاثنين اللي ذكرتهم. وان مش الامر بالشكل ده اعتقد ان فرصه ناصر ماهر ومحمد شريف هتبقى موجوده بشكل كبير جدا، يعني اسمين من ثلاثه، ناصر ماهر اكرم توفيق ومحمد شريف. طيب جلسه جامعه كارتريون المدير الفني للنادي الاهلي الفرنسي باللعيبه، كلمهم على الاخطاء مباراه الاسماعيلي وكلمهم كمان على مباراه المصري، حسهم بالتاكيد وحفزهم على الفوز في مباراه المصري. الاهلي بيلعب على الفوز زي ما انا قلت، لكن هي مباراه في الدوري، يعني مباراه كبيره في الدوري. حظ الاهلي ان هو عنده اصابات وفي نفس الوقت بيواجه فرق كبيره جدا في البدايات، الاسماعيلي، المصري، بعد كده هدف في البطوله العربيه، المباراه ذهابا وايابا الخارج بره، فالنجمه اللبناني يوم 13. ده كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي كان موجود في تدريبه الامس. فعايز اقول لكم ان الاهداف متغيره لكن البطولات كبيره جدا ومهمه جدا وقويه جدا. الظروف صعبه شويه لكن مع الوقت ان البعيد هيقرب والمصاب هيرجع، فهيزداد من القوه قوه او تزيد من القوه او تضيف للقوه اللي انت فيها قوه اخرى. فان شاء الرحمن يحقق الاهلي اهدافه في المباراه الاربعه اللي جايه سواء كان على المستوى المحلي او المستوى العربي او المستوى الافريقي. كارتيرون بيقول مواجهه المصري ما هتكون حماسيه ولا بديل عن الفوز، يعني انت عايز برضو الامر يبقى تطلع النجمه اللبناني، المباراه الاولى هتبقى هنا اسف، هتروح لمباراه النجمه اللبناني وانت فايز، ده شيء طيب جدا معنويا. يعني قال ان المصري من الانديه المميزه جدا وهو كمان شافها بشكل كويس جدا وشاهد العديد من المباريات. المصري رجليه في الملعب، المصري موجود في الكونفدراليه، موجود في البطوله المحليه، فكتاب مفتوح بالنسبه للنادي الاهلي، زي ما النادي الاهلي كمان شارك في البطوله الافريقيه الدوري الابطال، فبالنسبه للمصري عارف كل حاجه عنه والاهلي عارف كل حاجه عن النادي المصري. كارتيرون برضو خصص فتره او فقره في التدريب النهارده على الكرات الثابته، وده مهم جدا جدا، يعني ممكن في لحظه الكرات الثابته تبقى هي مفتاح بالنسبه لك، السحري بالنسبه لك، اللي ممكن يخلص اي لوغاريتمات موجوده في المباراه، اللي ممكن تنقلك من حاله لحاله ومن نتيجه لنتيجه ومن طريقه لطريقه. يعني ممكن كره ثابته، ضربه ركنيه، فاول، قرعه، يعني فاول جانبي، اي حاجه، اي كره ثابته، يعني المقصود بها الكور الثابته بشكل عام. يعني لو حد بيتقن عنده اتقان في لعب الكرات الثابته سواء كان على المستوى الجانب الايمن او الايسر، فبالتاكيد ده بيبقى اضافه كبيره جدا، وخصوصا بقى في الفتره ديت انت عندك واحد كولوبالي، ده اضافه كبيره جدا في الكرات الهوائيه او الكرات العرضيه وخصوصا الضربات الركنيه. يعني تحس ان في خطوره، تحركه 10 على 10 على فكره، تحرك ممتاز جدا، بيخلي لنفسه مساحه او بيوجد لنفسه مساحه او بيخلي فيه مساحه على هيلعب فيها، بيفضيها لنفسه وبعدين بيروح بمنتهى القوه، وتوقيت الجامب بتاعه هايل جدا جدا جدا، وكان احرز هدف في مباراه تاونشيب لو تتذكره في مباراه افريقيا. فكل التوفيق، وده اعتقد ان هو من العناصر ومن الاسلحه المهمه قوي لاي فريق، ان يبقى عنده حد بيعرف يلعب كرات ثابته، في حد بيعرف يتقن الكرات العرضيه، وفي حد بيلعب الكرات الثابته اللي على ال 18 كمان، وليد سليمان بيعملها 10 على 10، علي معلول بيعملها كويس قوي، مؤمن زكريا كمان بيعملها بشكل جيد جدا، احمد فتحي بيعملها بشكل كويس، فانت عندك مجموعه من اللعيبه اللي ممكن يبقى عندهم الحته دي كويسه، ناصر ماهر ممكن يشوف ما شفتوش كتير لكن ممكن تبقى عنده حساسيه ان هو يلعب الكره الثابته بشكل كويس. طيب منافسه شرسه، هنروح للمنتخب شويه على المدرب العام هاني رمزي، اسم كبير بالتاكيد، كابتن عبد الستار صبري موجود كاسم موجود، وكان قبل كده في كابتن ضياء السيد، كابتن احمد حسام، وعبد الظاهر السقا، كابتن عبد الظاهر السقا، وكمان كابتن احمد الكاس اسمه ظهر في الفتره الاخيره، قلت كابتن عبد الستار صبري وكابتن هاني رمزي، كلهم اسماء
كويسة جدا هتساعد في الجهاز الفني طبعا. يعني يمكن الاسم مدرب حراس المرمى الاسم المطروح والاقوى هو كابتن طارق سليمان مدرب النادي الاهلي او حراس النادي الاهلي الاسبق او السابق، فبالتاكيد هو اسم جدير بالثقه وجدير جدا ان هو يكون موجود في المنتخب. كل التوفيق لاي حد يبقى مشارك مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب. طيب الجبلايه تجتمع مع مسؤول الانديه لبحث عوده الجماهير. عودة الجماهير مهمة جدا جدا في الفترة اللي جاية إن شاء الرحمن بالتوفيق، تدريجي مفيش مشكلة، يعني واحدة واحدة مفيش مشكلة. احنا بنقول برضو يعني الناس كتير قوي بتقول لك 5 سنين و6 سنين، احنا مرينا بظروف صعبة ومرينا بأوقات صعبة جدا جدا، والحمد لله رب العالمين عدينا بها بكل نجاح وما خدناش وقت، بالعكس دي حاجة تحسب للقيادات كلها اللي موجودة في البلد وخصوصا القيادات الأمنية. كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري بينفي إيقاف عريشة المدير أو آسف المساعد الأول أو المساعد الثاني اللي كان موجود في مباراة الإسماعيلي والأهلي، كانت في أنباء ترددت في الفترة الأخيرة أن تم إيقافه. كابتن عصام عبد الفتاح بينفي إيقاف عبد الفتاح عريشة. معنا على التليفون كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، مساء الفل كابتن عصام. بخير يا كابتن سيد، وكل سنة وأنت طيب وكل مشاهديك الكرام طيبين، وإن شاء الله يكون موسم سعيد علينا جميعا باذن الله. يا رب دايما بالتوفيق ان شاء الله الرحمن يا كابتن عصام. الله يخليك. كابتن عصام كانت قال ان كابتن عبد الفتاح عريشه تم ايقافه، حضرتك نفيته لكن نسمع من حضرتك الاجابه. والله يا كابتن سيد في حاجات كثيره جدا من قبل بدايه الموسم ومع بدايه الموسم الاسبوع الاول، حاجات كثيره جدا بتتعلق بالتحكيم، معرفش ليه البعض عاوز يدخل التحكيم في جمل مفيده، احنا بعاد تماما عنها، احنا بعاد تماما عن اي صراعات ما بين اشخاص ما بين انديه ما بين اي حد، لان احنا واخدين يعني طريق مختلف، بنحاول نطور بنحاول نصلح من اخطائنا بنحاول ان احنا نكون على مسافه واحده من الجميع، ولكن يعني النهارده الخبر ده ما اعرفش مين قال هذا الخبر وجابه منين وايه مصدره، خبر عالي تماما من الصحه. عبد الفتاح عريشه للي ناس كتير ما تعرفهوش من افضل المساعدين في مصر في ال5 سنوات الماضيه، ودي حقيقه من خلال مبارياته، مساعد محترم جدا، يمكن الحقيقه ما خدش حظه كمساعد دولي بسبب السن، ولكن هو من افضل المساعدين في مصر، ولو رجعنا للمواسم الماضيه هتلاقيه واخد افضل المباريات او اقوى المباريات اذا جاز التعبير. طبعا احنا بنتكلم على حاله تحكيميه اختلفوا فيها الفقهاء زي ما بيقولوا، ويمكن احنا راي لجنه الحكام ان هي هدف صحيح، ده راينا من خلال القانون ومن خلال الماده 11 لماده التسلل، هل الكره جايه من ارتداد ولا لعب متعمد؟ احنا بنقول هي جايه من لعب متعمد. المهم نرجع والله وانا معاك بقول انها من لعب متعمد. يمكن انا هقطعك بس في الحته دي يا كابتن عصام، بس المهم قوي الناس تبقى عارفاها، يعني حسني عبد ربه الكره بتتلعب هو واخد خطوه قدام، وفي لقطه لو تتذكرها هو حسني اللقطه الاولى يا كابتن لايف، لقطه اللايف طبعا مع احترامي لكل الناس، وحتى الاختلافات طبعا ما بين في اللي قال جون وفي اللي قال تسلل في اللي قال ارتداد في يعني في، لكن احنا طالما اللاعب شايف الكوره وبيتحرك الكوره ده يبقى لاعب، مهما كانت جوده الكوره مهما كانت جوده اللعبه. مظبوط صح، سريعه فدي الحاجات اللي احنا بنعلمها الحكام، ولكن نختلف ونتفق عادي جدا يعني في الاراء، ولكن انا بنتكلم على الخبر طبعا عادي تماما من الصحه، وما اعرفش ليه بيتقال في هذا التوقيت. عبد الفتاح قريش عنده مباراه في الاسبوع الثاني، فاذا اعتقد موضوع الايقاف ده حاجه خبر الحقيقه مغلوط تماما، وخبر ما اعرفش ليه اسبابه ليه بيتقال، ولكن في النهايه احنا ما بنهتمش بمثل هذه الحاجات يا كابتن سيد، لان احنا لو قعدنا بقى نهتم هي الناس عاوزه يا كابتن سيد. الناس عاوزه ان احنا ننشغل بالرد ونشتغل بان احنا نرد على ده ونقول ده صح وده غلط، لا احنا مركزين في التحكيم، مركزين ان احنا نطور من ادائنا، لو عندنا اخطاء في الاسبوع الاولاني بنجتمع مع الحكام ونحاول نصلحها، الاخطاء تفضل موجوده الى ما هذا طبيعي ده شغل. انت عايز تركز، عايز تبقى مركز دايما في الشغل، يعني عايز تقول ان احنا عايزين نركز دايما في الشغل. طب عندي نقطتين يا كابتن عصام، الاولى بس يعني مهمه جدا انا مقتنع بيها جدا، يعني انت احنا في سنه 2019 والحكام دول، انا رحت افريقيا ورحت البطوله العربيه وكتير جدا بنتقد الحكام وانت عارف كده كويس، وكتير جدا جدا كنت عايز توقفني السنه اللي فاتت بس الحمد لله توقفت
بهزر. وكمان حتى وانا بلعب يعني انت وانت بلعب في حاجه شخصيه، مع ان انا من الفيوم وانت من بني سويف، وانا بلعب كان ليا ضربه جزاء كارثه واديتني انذار وطردتني. فمش انت قلبك اسود. قلب اسود. احنا في 2019. اتفضل اتفضل. فاكر لي لعبه يعني حتى ساعتها اعتقد المباراه خلصت 2-1 للاهلي اعتقد في المباراه دي، كان الاهلي والمعادن تقريبا او الاهلي. المعادن مظبوط. اه المعادن. انا فاكر ازاي انت وقفت ما وقفتني الماتش اللي بعده الاسماعيلي وكنا بنلعب، رحنا تعادلنا كنا زماننا كسبنا وخدنا بطوله دلوقتي كان بقالنا 41. يعني مش مشكله انا بهزر معاك طبعا كابتن عصام. عندي نقطتين اتمنى ان انت بشخصك وبمنصبك في الوقت الحالي لازم تناقشهم وتحارب عليهم. احنا انا رحت افريقيا كتير ورحت البلاد العربيه حتى في البطوله العربيه كتير ورحت، ومش بعيب في الحكام العرب ولا الحكام الافارقه، لكن لما بنيجي نعمل مقياس الحكام مع انتقادنا ليهم ومع بعض الاخطاء وده وارد جدا جدا، لكن احسن حكام موجوده على الساحه الافريقيه او العربيه هي الحكام المصريين مع كل الانتقادات اللي احنا بنعملها معاهم، لكن احنا بننتقد حاله او اثنين في ماتش ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا 10 ايا كان، لكن بالترتيب وبالتميز احنا احسن. مش ممكن كابتن عصام في 2019 يبقى قيمه الحكم في المباراه الواحده 150 دولار ولا 130 دولار؟ يعني المكانه بتاعت الحكم، ارجو ان انت حضرتك تستحملني في الحته ديت، المكانه بتاعت الحكم والايمج بتاع الحكم واسرته ومكانته في وسط المجتمع والناس اللي حواليه والناس اللي جواه او الناس اللي عايشه معاه، مش ممكن حكم بيدير 10 12 مباراه كابتن عصام 12 مباراه في حوالي 2500 جنيه ولا 1000 ولا 2700 جنيه يبقى القيمه كلها السنويه بالنسبه له حوالي 25000، وهو المسؤول عن لبسه وهو المسؤول عن مظهره وتنقلاته. اعتقد ان يعني حضرتك عليك دور مهم جدا 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 جدا، زي ما اللعيبه سقف الاجور والمرتبات والعقود عالي جدا، زي ما المنظومه الاعلاميه، زي المنظومه التدريبيه، زي كل منظومه، واحد من اساس المنظومه الرياضيه ولا الحكم يا كابتن عصام. والله انا اتفق معاك تماما يا كابتن سيد في اللي بتقوله 100%، تبقى يعني مش بقول لك ان انت خطا لا، لكن احنا محتاجين نغير ثقافه قديم متوارثينها من زمن بعيد تجاه التحكيم. ثقافه لازم يعني ده احنا كان التحكيم في عهدي انا وعهد كابتن جمال الغندور وهذا الجيل كان اخر حاجه الناس بتبص لها في مجالس ادارات كره القدم. صدقني احنا قعدنا 4 سنين يا كابتن سيد ما ناخدش بدلات المباريات اللي بنحكمها في الجيل بتاعي. 4 سنين، عارف يعني 4 سنين يعني عمر. لكن احنا بنحاول نغير الثقافات دي تجاه التحكيم، انه احد العناصر الهامه جدا في كره القدم. عشان تغير ده تاخد وقت، تاخد وقت عشان تقنع الناس. دلوقتي يمكن الناس اقتنعت نوعا ما باهميه هذا العنصر، وانا يمكن هعرض على مجلس الاداره ان احنا نزود. انت عارف احنا يمكن انا اللي زودت، مش انا يعني مجلس الاداره اللي زود بدل التحكيم من 1500 جنيه ل 3000 جنيه دلوقتي. قامت ثوره، قالوا ازاي، وفي بعض النقاط كتبوا قالوا ازاي حكم ياخد مباراه 3000 جنيه والحاله الاقتصاديه بتاع البلد. طيب ما انت قارنها باللاعب، قارنها بالمدرب، هو من ضمن العناصر الموجوده في منظومه كره القدم وبيتحمل اعباء كبيره جدا، وممكن كان في الماضي الحكم هو اللي بيعالج نفسه لما يحصل له اصابه، هو اللي بيشتري ملابس التحكيم، ما كانش في اي اهتمام بيه. دلوقتي الامور اختلفت يا كابتن زايد بشكل كبير الحقيقه، وانا اتفق معك في اللي قلته، وانا هعرض على مجلس اتحاد الكوره ان احنا نزوده حتى بشكل يعني يليق حتى بالارقام اللي احنا مش طبعا بنتكلم في المنظومه ككل يا كابتن عصام. طيب بالظبط الحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه اعلان الحكام ليه بيتاخر؟ ليه بتبقى ليله المباراه قبلها مثلا ب 20 ساعه ب 18 ساعه؟ قد يكون الحكم خارج القطار العرب او خارج القطار المحلي في القاهره مثلا او في اسكندريه او في اسيوط، يعني الدنيا بالنسبه له ممكن تبقى سفر بعيد جدا، يروح مرهق جدا تعبان جدا او بيأدي تدريبه في اليوم ده. احنا يمكن يا كابتن سيد في الفترات اللي فاتت او في الموسم اللي فات كان في بعض الماتشات فعلا زي ما حضرتك قلت، شوف احنا ما بنخبيش سلبيات على فكره. اوكي. كان عندنا سلبيه ان احنا بنبلغ الحكام قبلها بيوم نتيجه للسريه ونتيجه للظروف اللي كانت حاصله، لكن احنا من بدايه هذا الموسم لا بنبلغه قبلها بيومين كاملين. يعني مثلا بيلعب ماتش الجمعه بنبلغه يوم الاربعاء الصبح تقريبا. كويس عشان نحضر شغلنا كويس. دي حقيقه. انا بكلمك بامانه. كويس. فدي كانت نقطه مهمه الحقيقه احنا استدركناها في هذا الموسم. اوكي. بنبلغه قبلها تقريبا بيومين كاملين عشان يقدر يجهز نفسه لو كان هيسافر بعيد او ممكن يسافر. ده مظبوط، ده مظبوط. طيب عندي نقطتين بس اخر كده كابتن عصام عبد الفتاح.
الكابتن ايمن دجيش كان طلع ببعض التصريحات وقال ان حضرتك سبب من اسباب اعتزاله، رد حضرتك على الموضوع ده؟ انا جددت ايمن دجيش سنتين يا كابتن سيد، لجنه عصام عبد الفتاح هي اللي جددت الكابتن ايمن دجيش، وكان جددنا له كمان في القائمه الدوليه، مش في اي مكان، مش في اي مكان يعني، وعلى مستوى العالم هتلاقي اثنين فقط اللي تجددهم، ايمن دجيش ورضوان عاشيق مساعد ايضا من المغرب. لا رضوان عاشيق اتجدد له عشان يروح كاس العالم، احنا جددنا لايمن الكابتن ايمن دجيش وما كانش عنده بطولات يروحها، بالعكس احنا كنا بنقدره وبنحترمه، جددنا له سنتين في التحكيم المصري. يعني مش عارف اقول ايه، يعني انا الحقيقه ما عنديش كلام اقوله يا كابتن سيد، لان احنا كابتن ايمن دجيش يعلم تماما ازاي لجنه الحكام وقفت معاه بشكل كبير جدا. انا ما اعرفش ايه هو كان عنده سؤال لكابتن عصام، بيقول يعني الاسبوع الاول لم يتم اسناد اي مباراه ليه رغم ان هو ناهي كاس مصر السنه اللي فاتت ما بين سموحه والزمالك. كابتن ايمن دجيش عدل سن القانون يا كابتن سيد، عداه كمان واحنا يعني مدينا له سنتين بعد السن القانوني. تمام، مجلس اتحاد كره القدم رفض التجديد، يعني مش الكابتن ايمن دجيش بس، لان انا بجدد لايمن دجيش هجدد عدد كبير من الحكام. ده بيعمل ايه يا كابتن سيد؟ بيقلل من الحكام الواعدين والشباب، بيقلل من فرصهم. اكيد 100%، احنا عاوزين نعمل صف ثاني وصف ثالث، بالعكس احنا نتمنى ان احنا يكون عندنا اكثر من ايمن دجيش، قيمه كبيره ومساعد كبير. سؤال برضو يعني هو ده بياخد الجانب الاخر اللي مش موجود. طب انا لو عندي قيمه كويسه فنيه عاليه، الدنيا كويسه زي ما كابتن محمد فاروق مثلا انت قعدت تجدد له فتره طويله، ليه ما يتمش طالما هو قادر يعني على المستوى البدني على المستوى الفني موجود، ليه ما يتمش التجديد ليه مع الدفع برضو ببعض العناصر الشابه؟ احنا عملنا ده يا كابتن سيد عشان الكابتن محمد فاروق وكابتن ايمن دجيش ينقلوا خبراتهم من الحكام الصغيرين، عملنا ده لمده سنتين. وعلى فكره كابتن محمد فاروق نفس الموضوع، نفس الحاله بالنسبه لكابتن ايمن دجيش، والراجل جدد له سنتين وهو فضل ان هو يبطل في 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 في, في يعني في في فتره هو حس ان هو يعني خلاص وصل للقمه، فمش عاوز خلاص بقى يكمل ويرجع تاني لورا. فاحنا احترمنا ده في محمد فاروق. نفس قصه كابتن ايمن دجيش، كابتن ايمن دجيش اتجدد له سنتين واتجدد له كمان في القائمه الدوليه. ودلوقتي السياسه على مستوى العالم مش على مستوى مصر بس، هي الاعتماد على الحكام صغار السن. لو هتشوف في افريقيا دلوقتي الحكام شوف متوسط الاعمار ومتوسط السن حتى على مستوى العالم، ولكن بالعكس ممكن نستفيد بخبرات الكابتن ايمن دجيش في حاجات تانية كبيره، في ان هو يعلم الحكام المساعدين الصغيرين وينقلهم خبراتهم، وده اللي احنا كنا بنفكر فيه الحقيقه يا كابتن سيد. طيب لقينا كابتن ايمن دجيش بيهاجم لجنه الحكام بدون داعي على الاطلاق، ويعلم تماما، وانا بقولها وهو يمكن سمعنا قد ايه لجنه الحكام وقفت معاه. طيب يعني عندي ملحوظه انا مش شرط حضرتك حتى تعقب عليها، بحس دايما ان المنظومه او الاسره التحكيميه دايما بيبقى في حاجات شخصيه بتتنقل دايما للاعلام، ممكن ما يبقاش في حاجات فنيه لكن في حاجات شخصيه كده دايما، ده احساس الشخص. انا صح انا غلط؟ حضرتك عندك اكيد الاجابه. عندي حاجه واحده بس، اتفضل. احنا في افضل عصر يا كابتن سيد، احنا اللي اضعف الاسره التحكيميه حضرتك قلت كان الخلافات اللي بين الرموز، وده كان شيء معيب جدا وشيء بيقلل من قيمه الاسره التحكيميه. احنا الان تعالى شوف مين اللي كان موجود في معسكر الحكام، كل رموز الحكام كانوا موجودين في المعسكر وبين لهم خبراتهم، وده اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا نوطد العلاقه ما بيننا، ان احنا نكون روابط ما بين اسره التحكيم، هو ده اللي هيكون تحكيم، انما احنا نقعد نهين في بعض، هو ده الشيء المعيب والشيء اللي هيظهرنا قدام الناس ان احنا اسره مفككه. ده قديم فتره انتهى ومش هنسمح بيه مره ثانيه ان شاء الله. طيب مقتنع ومؤمن بتقنيه الفيديو ولا حضرتك يعني شايف انها بتضيع من متعه كره القدم؟ 100% بتضيع من متعه كره القدم، ولم تكن عادله الا بنسبه 50% في كاس العالم، بدليل اخطاء معينه كانت بتحتسب هي نفس الاخطاء في مباريات اخرى لم تحتسب. على سبيل المثال مع وجود تقنيه الفيديو في فرق كبيره اتظلمت زي البرازيل وزي المغرب. المغرب برافو عليك، البرازيل كان لها ركله جزاء 100% في مباراتها الاخيره، واحنا مع السعوديه مباراه البنالتي، واحنا مع السعوديه. فاذا تقنيه الفيديو ما كانتش عادله بالنسبه للتكاليف الماليه البسيطه اللي بتتكلفها. فاذا انا شايف ان متعه كره القدم
ان الاخطاء بقت جزء من المتعه، وان احنا انا شايف ان احنا نركز مع الحكم الاضافي ونشوف السلبيات ونعالجها خلال هذا الموسم، اعتقد ده تكون افضل بكتير من حكم الفيديو الحقيقي. جات لك كام رساله لحد دلوقتي ولا لسه الموسم في بدايته؟ لا الامور الامن مستتب. اول ما تجي لك رساله هعرف على طول. بالتوفيق يا كابتن عصام عبد الفتاح رئيس. شكرا جزيلا. ان شاء الله اشكرك. شكرا جزيلا كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم. هنطلع فاصل ونستقبل ضيفنا الاستاذ حاتم كرمان نائب رئيس تحرير الاهرام المسائي، هنتكلم فيه طبعا عن الظواهر الايجابيه والسلبيه بالتاكيد، مستوى الفرق اللي طلعت من الدرجه الثانيه، كل الحاجات الخاصه بالجوله الاولى مع الاستاذ حاتم. اهلا بكم من جديد، والاستاذ حاتم كرمان نائب رئيس تحرير الاهرام المسائي. مساء الفل. مساء الفل كابتن سيد، مبروك البرنامج والعوده الحميده للاعلام من جديد. ربنا يخليك. بعد غياب قصير ولا طويل؟ قصير. الحمد لله. بستمتع جدا، يعني اقول لك على سر من اسرار حياتي، يعني وانا صغير زمان يعني كده، يعني كنت تلاقي طبعا ليا اصحابي في سني وكده، يعني طبعا يعني كل شيء، لكن دايما كنت باخد الحكمه الناس اكبر مني في السن شويه، يعني الناس اللي اكبر مني في السن اكبر مني بخمس سنين بعشر سنين بخمستاشر سنه، حتى لو في بتبقى ساكن في مكان وفي سكيورتي موجود، ممكن تبقى المستوى الثقافي مش عالي قوي، لكن عنده بعض الحكايات. طبعا اكيد عنده حكم. حكم. فعشان كده الواحد بيبقى سعيد جدا لما تلاقي المجال اللي هتتكلم فيه او الحوار اللي هتتكلم فيه مع حد مثقف. ده بالتأكيد. حد ممكن يبقى عنده الحته مفردات الكلام، التاريخ المظبوط، ما عندوش اتجاهات معينه، ما بيروحش لحاجه معينه فيها مش عايز اقول مصلحه ما، لكن هو شايف دي وجهه نظره وده التاريخ اللي بيستند اليه ودي المواقف اللي هو عايز يستعرضها. يا اهلا بك كابتن سعيد. طب انا بقى اقدم مكانك بقى وانت الضيف بتاعي بقى النهارده. ليه بس؟ ده انا جاي استنيك، انا متعطش. طيب نخش في الموضوع على طول. اتفضل يا كابتن. يعني 2019 هي السرعه. احنا 2018 داخلين على 19 لسه 18 هي مسافه. 2018 2019 خلاص يعني موسم يعني. الجولة الأولى في الأسبوع الأول للدوري المصري 2018-2019 14 هدف بعض الظواهر الإيجابية بعض الظواهر السلبية من وجهة نظر صحفية، أستاذ حاتم تقول لي إيه رأيك فيها؟ البداية أنا وجهة نظري مبشرة ومقلقة في نفس الوقت. الأسبوع الأول كان فيه تحفظ شديد جدا من الفرق كلها، كان فيه حالة ترقب شديدة جدا من الجماهير المصرية لبعض الفرق الوافدة جدا للدوري الممتاز، انعكست على الحماس الزائد من اللاعبين داخل الملعب وانعكس على بعض قرارات الحكام في الملعب برضه الى حد ما. مبشره ان في روح تنافسيه بين الفرق كلها، كله عنده طموح سواء المنافسه على اللقب بين اربع او خمس فرق او المنافسه على البقاء في تحت الاضواء والبقاء في تحت الاضواء. مقلقه ان في من اول اسبوع فوجئنا ان في حاله هجوم شديده على الحكام ومحدش راضي عن التحكيم. لا الكسبان راضي ولا الخسران راضي. وخلي ده على ذلك ماتش الاهلي والاسماعيلي، الاهلي طبعا كان يعني تحفظ على اداء الحكم جهاد جريشه في هدف اسلام محارب، وفي نفس الوقت الاسماعيلي شكك في هدف التعادل بتاع فالحاله دي هي اللي بتثير القلق لما هو ات في الدوري المصري. حاله الترقب وحاله ان في الفرق متحفزه لبعض بشكل يثير القلق. كل ما نتمناه الجوله الاولى ما نقدرش نحكم عليها بشكل نهائي على ما هو ات، لكن الى حد ما انا شايف ان الامور ان لم يكن هناك وقفه حازمه من اتحاد الكوره وخصوصا لايقاف حملات الهجوم على الحكام في الفتره المقبله هيكون في مشاكل كتير في الدوري، خصوصا احنا بنفكر في عوده الجماهير تدريجيا للملاعب. طيب انت بتشوف ان ده غلط ولا صحي ولا ايه؟ ما موجود في اكبر البطولات او المحافل الدوليه مثل كاس العالم كل الناس بتعترض على الحكام او كل الناس بتعترض على الحكام وبتنتقد الحكام والناس عندها شخصيه وما بتبصش لده. يعني كان معايا الاستاذ عصام كابتن عصام عبد الفتاح من شويه، وضعه طبيعي على فكره يعني مش جديد. امور طبيعيه ولكن بنحطها في حدود. يعني انا كنت في مونديال روسيا وحضرت ماتشات كتيره هناك وكان في استخدموا تقنيه الفيديو لحسم بعض
الاهداف اللي فيها شك او الالعاب الجدليه يعني الجدليه هي حققت النجاح الى حد كبير. انا سمعت كابتن عصام بيتكلم هي يعني اثرت برضو نوع من الجدل برضو ان في بعض القرارات الحكام في فرق اتضرب بالفعل برغم استخدام التقنيه ديت. وانا وجهه نظري ان هي مش ضروريه بالنسبه لنا احنا في مصر في الوقت الحالي، احنا لا نملك الامكانيات والخبرات ان احنا نطبقها. انت كنت بتشوف المونديال كان الاستوديو كامل للحكام بشكل تقنيه عاليه جدا، لكن في النهايه الحكم داخل الملعب كان اذا كان في اعتراض وقتي وبينتهي الامور على كده ومفيش بعد المباراه اي شيء او اي تعليقات على اداء الحكام. احنا في مصر للاسف بنزود العيار شويه وده بيأثر الى حد كبير على الحكام مستقبلا. يعني الحكم بينزل الملعب زي ما بيقولوا بصافره مرتعشه، مظبوط الى حد كبير. لكن انا وجهه نظري ان الحكام لا هو لا هيجامل ولا هو هيحابي فريق على فريق، لكن هناك بعض الاخطاء بيقع فيها نتيجه خطا من المساعد بتاعه، نتيجه هو بياخد قرار في اقل من الثانيه. فمن هنا ان احنا لازم ندي فرصه للحكام ونصبر عليهم، وبقدر الامكان اتحاد الكوره يضع ضوابط لايقاف الهجوم على الحكام في الفتره اللي جايه. طيب انتقل لجزئيه ثانيه، يمكن شاهد الدوري المصري في الاسبوع الاول مثلا، الاسبوع الاول ما كانش على بقيه الاسابيع يعني بتكلم بس اول اسبوع ماتش امبارح اللي هو الاسبوع الثاني الزمالك والاتحاد يعني اللي هو 5-1 كانت بدايه الجوله الثانيه في ماتش واحد، لكن بتكلم عن الاسبوع الاول شهدت مثلا ان كل الكبار مثلا ما قدروش يحققوا الفوز باستثناء يمكن المصري، يعني الاهلي ما حققش الفوز في الجوله الاولى، الزمالك ما حققش الفوز، الاسماعيلي ما حققش الفوز، الاتحاد ما حققش الفوز، يمكن الفوز جه بس عن طريق الانتاج الحربي، كان عن طريق سموحه بيراميدز كسب 1-0. واخيرا المواجهات الاولى كابتن سيد، ما هو الاهلي بيلعب مع مين والزمالك لعب مع الاهلي، لعب مع الاسماعيلي فرقه ثقيله وكبيره وعندها امكانيات لعيبه كويسه جدا، وكان ماتش فيه نديه من الفرقتين، الاهلي كان افضل بعض الفترات، الاسماعيلي كان افضل بعض الفترات، الماتش كان ايكوال جيم زي ما بيقولوا، الزمالك لعب ماتش اول مباراه كانت مع بتروجيت، بالعكس بتروجيت كان عامل ماتش عالي جدا وكان قريب جدا من الفوز. في ناس اتصارعت على الحكم على الزمالك من اول مباراه وقالت لا ده مش هو ده الفرقه اللي الناس كانت متوقعاها مع مستر جوسيا السويسري، الاحكام كانت متسرعه على بعض الفرق. المصري حقق فوز بصعوبه، الجونه عامل ماتش هايل، بس خبره محمد كوفي في المباراه وخبره لعيبه المصري حسمت المباراه وقدروا يحافظوا على النتيجه. الشوط الاول مظبوط صح، هو بشكل عام برضه يا كابتن سيد في تقارب جدا من الفرق، لان الميركاتو اللي حصل في انتقالات اللاعبين هي مجموعه واحده بتتغير بين الانديه، فالمستويات متقاربه الى حد كبير بين الانديه كلها، لكن الفارق مع الفرق اصحاب النفس الطويل، احنا بنتكلم اول اسبوع ثاني اسبوع ثالث اسبوع خامس اسبوع ما نقدرش نقيم او نقول مين هيقدر تبدا المسافات بقى مع مرور الوقت، فهنا الرهان على الفرق اللي هي الكبيره زي الاهلي زي الزمالك زي الاسماعيلي اللي هم اصحاب النفس الطويل هم اللي بيقدروا يكملوا المشوار للنهايه. طب راي حضرتك في النجوم اللي او الفرق اللي صعبه بقى، يعني انت عندك الجونه عندك بيراميدز عندك نجوم افس، لا هو بيراميدز فرقه موجوده من موسم اللي فات كانت مع كابتن علي ماهر الاسيوطي قبل ما يتم انت بتتكلم على الجونه الجونه المستقبل وحرس الحدود، طبعا حرس الحدود دوت يعني ضيف جديد قديم يعني فرقه كبيره وكان ليها صلاه دلوقتي فيما قبل. الجونه فرقه هايله، انا عجبتني جدا في ادائها مباراه المصري، كانت فرقه بتلعب بجرأه جامد زكريا كمان من المدربين الشاطرين جدا هايل جدا جدا يعني كان احق بالفوز، مش هقدر اقول المصري، خبرات اللعيبه وخبره كابتن حسام فرقت مع بانه قدر يخطف هدف ويحافظ عليه، لكن الجونه كان ماتش بصراحه كان مفاجاه بالنسبه لنا. المستقبل حتى الان ما نقدرش نحكم عليه، هو جاب في مدرب اسباني المفروض يمسك الفرقه، لكن انا سمعت قبل دقائق ان مجلس الاداره جدد الثقه بشكل مؤقت في المدرب الحالي للفرقه يكمل الجوله الثانيه لحين تعاقد مع مدرب جديد. الحكم على الفرق بشكل عام في المرحله الاولى او الجوله الاولى او الثانيه او الثالثه صعب جدا، التقارب المستوى اللعيبه هي احنا القماشه واحده اللي هي الفرقه الدوري المجموعه من نادي لنادي الاخر، الفكره المدرب اللي يقدر يستطيع ان هو يقدر يخلق الانسجام بين المجموعات اللعيبه اللي هو قدر يضمها لفرقته. الجونه فرقه الى حد ما كويسه جدا، جايه فرقه جايه، حرس حدود فرقه كويسه رغم المباراه الاولانيه كانت خسرت من انتاج الحربي 2-1 كان اداها كويس. المستقبل كان اول مباراه مع طلائع الجيش تعادل، لسه الحكم على الفرق الصاعده مش دلوقتي. طيب الاسيوطي او بيراميدز حاليا الماتش كان مع انبي كان ماتش كان ليه اهميه كبيره جدا ان مصر كلها كانت بتترقب فريق بيراميدز، جابت نجوم مصر كلها باسعار فلكيه هتعمل ايه في اول جوله، ونجوم البرازيليين ومدرب البرازيلي، الاداء لم يكن كان متوقعا بالنسبه لفرقه بيراميدز، لكن في النهايه وقدر يحسم المباراه بهدف في الوقت ال قفشه مهاره فرق مهاره ثابته. الحكم على الفرقه صعب جدا لسه ما زيها شوشة الفرقه التانية، تجانس يبان بين الفريقين شوف التجربه يعني. طيب يعني
مين المدير الفني او الجهاز الفني اللي لفت انتباه الاستاذ حاتم في الجوله الاولى؟ يعني حسيت ان هو لا يعني بصمته رغم ان هي لسه بادئه وكل حاجه لكن بدات تبان في الفرقه. هو بشكل عام انا اللي يعني اتفاجئت باداء بتروجيت ما تعودناش عليه في ماتش الزمالك يعني مع كابتن طارق يحيى، لان حتى كان ما قبل المباراه كان في بعض السوشيال ميديا كان كلها تتكلم ان دايما لقاءات الزمالك مع بتروجيت بتنتهي بالهزيمه في بتروجيت. عمل مباراه هايله جدا، طارق يحيى اداء ادى الفرقه مباراه هايله جدا على مستوى الهجوم ومستوى الدفاعي، وكان قادر ان يحسم نتيجه المباراه بمصلحته. ده اللي يعني اللي انا حاسس يعني في بتروجيت فرقه بتلعب كوره سريعه، كوره من لمسه واحده، عندهم سرعات، عندهم دفاع قوي جدا، عندهم خط وسط ممتاز، فده كان اداؤه كان لفت النظر جدا. اضافه لهشام زكريا مع الجونه كان عامل مباراه رغم الهزيمه من المصري، لكن شايف ان هشام زكريا كان عامل جيم حلو مع الجيم. طب الخاص باللعيبه بقى، هل في لعيب لفت نظرك استاذ حاتم في الجوله الاولى برضو ولا كلهم في مجموعه لاعبين ظهروا؟ يعني في مقاولين العرب بالمباراه لعب المباراه الاولانيه مع الاتحاد السكندري وتعادل 1-1، كان هدف التعادل من طريق طاهر محمد طاهر من كوره من اجمل اهداف طاهر محمد طاهر الجوله. لعيب المقاولين العرب سليف كوليبالي كان هايل مع الاهلي، كان اداؤه راقي دفاعيا ووجهاته الهجوميه كان اداها بشكل كويس، وكان الكوره لو كانت اتحسبت جون كان يبقى عمل اسيست الهدف بتاع اسلام محارب. ولي الاظافر اسلام ولا وانا في يعني انا اعتقد ان اسلام محارب هو اللي جاب الجول. لا هات لنا الجول كده بعد اذنك يا شوارب. بعد اذنك اللي هو الجول الملغي ده، الجول الملغي اسلام محارب ولا وليد ازارو؟ وليد ازارو. لا ازارو ازارو اللف بالشمال. لا هي اصرت ازارو. لا ازارو ازارو. عذرا. لا لا ولا يهمك مش عارف، هو عشان جابها بشماله يعني وليد ازارو طبعا. اتفضل. فانا شايف ان اداؤه مع الاهلي في تطور سليف كوليبالي، وبصفقه اعتقد الى حد ما هتكون مؤثره جدا الفتره الجايه بالنسبه للنادي الاهلي. طيب اخذ لحضرتك للجوله الثانيه بقى، بدات امبارح، شايف انها هتبقى تشهد سخونه اكتر من الجوله الاولى، وخصوصا بعد ما شفنا 6 اهداف تقريبا 48% من محصله الاهداف اجمع او اللي احرزت في الجوله الاولى كلها احرزها الزمالك مع الاتحاد السكندري الجوله الثانيه. احنا زي ما قلنا الجوله الاولانيه مش ما نقدرش نحكم على الفرق، يعني الزمالك الجوله الاولانيه كان اداؤه مخيب للامال جماهيره برغم الصفقات الكبيره اللي عملها والهاله اللي حاطط بالفرقه قبل انطلاق البطوله ان هو فريق الاحلام زي ما بيقولوا. فاداؤه كان اداء امام بتروجيت لم يكن على المستوى المطلوب، وكانت الاحكام سريعه عليه، لكن الماتش الثاني بالفعل هو الفرقه الى حد ما اظهرت قدرات اللي لاعبتها، وصلنا هي القدرات الفرديه، الهدف المبكر اللي جابه كهربا فرق كتير جدا مع الفرقه، فتح الماتش على فتح المباراه الى حد كبير. لكن انا هو طبعا كان غير متوقع النتيجه الكبيره ديت. كان ممكن يطلع اكتر من كده، اكبر نتيجه السنه اللي فاتت متهيألي يعني. فكان ممكن يطلع اكتر من كده بسبب الفرص، والاتحاد نفس الوقت اصابه سوء حظ الى حد كبير في بعض الكرات اللي هي كره في القائم وكره في العارضه. لكن ده مؤشر ان الدوري مش هتقدرش تحكم او تقول مين يكسب مين، مين هيعمل ايه الجوله الثانيه. كل دي الامور دي هتبان بعد على اقل 5 جولات تكون الفرق ظهرت وعلى بصمه المدربين بالظبط، المدربين بانت، الشراسه بتاعت الفرقه بانت، الجماعيه، الحلول. والجوله الثانيه طبعا عندنا ماتشات صعبه جدا، الاسماعيلي هيلعب مع بتروجيت ماتش صعب جدا بكره، وفي حرس الوليد الداخليه والاسماعيلي مع بتروجيت والدجله مع فهي ماتشات كلها هتبقى فيها صعوبه بالنسبه للفرق. يعني الاهلي عنده المصري ماتش يعني هيبقى كويس. ده السؤال الاخير من حضرتك، يعني رايك او وجهه نظرك في مباراه الاهلي والمصري، استعداد الفرقتين، الفرقتين عندهم امور شبه بعض على فكره، ده بيلعب في دوري الابطال وده بيلعب في الكونفدراليه بالظبط، 3 مباريات يعني 2 في افريقيا وواحده في محلي، الامور اللي حد كبير متشابه. ما هو احنا نقول ماتشات الاهلي والاسماعيلي والاهلي والمصري واهلي والزمالك دي ليها حسابات خاصه ما اقدرش احكم عليها، اقول ان المصري كان الماتش اللي فات كان ما كانش كويس يبقى قصاد الاهلي مش هيأدي نفس الاداء او هيأدي اداء اقل، لا ليها حسابات وليها ابعاد ثانيه، دي بطوله في حد ذاتها بالنسبه للمصري او بالنسبه للاسماعيلي. فانا شايف ان لقاء الاهلي المصري هيبقى صعب للفرقتين سواء الاهلي او المصري، ولكن اتوقع ان هيكون في مباراه الى حد ما فيها كوره كويسه. عندي سؤال محيرني كده على المستوى الصحفي، يعني واحد لو حضرتك بتغطي المباراه او يعني هتنقل المباراه صحفيا، رؤيتك ليها بتبقى عامل ازاي؟ يعني زينا مثلا انا بتفرج على اللقاء فبنشوف بعض الحالات، بنشوف بعض التحركات، بنشوف الجمل التكتيكيه للمدرب، بنشوف ما اعرفش ايه، لكن بتكلم على التغطيه او التحليل الصحفي بقى اللي هو انت هتنقله
للقارئ مش للمشاهد او للمستمع. هو القارئ دايما بينتظر، هو ليه رؤيته الفنيه، القارئ اللي هو المشاهد المباراه بينتظر تاني يوم هو هيقرا اللي هو شافه ازاي يعني، فانت بتبقى اقرب للغه هل ده اصعب استاذ حاتم؟ يعني هي يعني النواحي الفنيه، النواحي الفنيه في الغالب كتير قوي فطلع اللي انا عايزه، لكن في الجمل بتبقى التعبير والدقه ومفردات الكلمات بتبقى صعبه، بتبقى صعبه لانك انت بتدي الوجبه اللي هو القارئ منتظرها ثاني يوم. انا لما اكون مشاهد مباراه بتستنى ثاني يوم صحفي معين او كاتب معين او ناقد معين كاتب ايه، هل تطابق رؤيته مع رؤيه اللي انا شفتها في المباراه ولا لا. النواحي الفنيه التحليل الفني بيبقى فيه جوانب فنيه وتقييم لاداء اللاعبين داخل الملعب، وتقييم المدرب في طريقه اداؤه للمباراه، وتقييم الحكم برضه يعني للمباراه، تحليل المباراه بيبقى شامل الاربع عناصر دي. ففي النهايه يبقى بتبقى رؤيه خاصه بيك انت بناء على خبرات معينه واحتكاك مع لاعبين واحتكاك مع مدربين على سنوات العمر الطويله في خلال مجالك العمل الصحفي في النقد الرياضي يعني. موهبه برضه الصحافه، موهبه. موهبه بس محتاجه دراسه ومحتاجه قراءه ومحتاجه احتكاك ومحتاجه انك انت تحتك وتنزل للشارع وتنزل الملعب وتتعامل مع اللعيب وتتعامل مع المدرب وتتعامل مع الجماهير. هي لازم تكون قريب من كده يعني، ما ينفعش تبقى انت في جزر منعزله عنهم يعني. طيب نتيجه ادائنا بنشوفه لحظي يعني، انت مثلا وانت لعيب بتشوف لحظه، بتروح البيت تلاقي ردود الافعال عند الناس اللي شاهدت اللقاء بتبقى لحظي، حاجه لحظيه يعني وقتها في ساعتها وقتها ككاتب صحفي او مناقد رياضي او ايا كان خاص بالصحافه يعني، بتحس امتى بمتعه الكتابه او متعه او المردود ده؟ بتشوف فين؟ بتشوف مع الناس اللي بتقرا، وامتى حسيت باللحظه دي؟ وامتى الحاله اللي بتحاسب فيها نفسك تقول لا انا ما كنتش يعني في الفورمه زي ما بيقولوا عندنا في الكوره؟ لا هو في الوقت الحالي طبعا امور مختلفه، انك انت السوشيال ميديا والنت وخلى العمليه اسهل الى حد، التواصل مع الجماهير اسهل. لكن في الاول انت كنت بتكتب يعني في التسعينات لما بدانا مشوارنا الصحفي في التسعينات، كنت تكتب مباراة وتنتظر رد الفعل من اللعيب نفسه او الفرقه نفسها او المدرب نفسه، يكون كاتب كلمه مثلا اللعيب يتصل بيك يا فلان كاتب ليه، انا عملت ايه، انا عملت تفاعلك مع الجمهور من خلال كان بريد القراء، كان تواصل عن طريق البريد، ما كانش بريد الكتروني طبعا، عن طريق التليفون بتتلقى تليفونات عن سواء اذا كنت ايجابي او تليفونات سلبيه او ايجابيه، ده كان التواصل. لكن الوقت الحالي طبعا التحليل الفني بيبقى في الصحيفه اللي قدامك، وفي نفس الوقت الصحيفه الالكترونيه ففي تواصل، تعليقات بتتكتب اذا كان رايك صائب او يتفق مع وجهه نظر قارئ او لا يتفق مع وجهه نظر قارئ وهكذا يعني. طيب النقطه الاخيره والمحور الاخير معايا مع حضرتك، عوده الجماهير رايك فيها وامتى ممكن ناخد الخطوه الايجابيه؟ لا وقت الحقيقة طبعا صعبة جدا، انا شايف كده، لان هي مؤشرات زي ما قلت حضرتك ان اللعيبة مش مستحملة قرارات الحكام نفسها، والاجهزة الفنية مش مستحملة قرارات الحكام، فما بالك بالجمهور يعني. كان ماتش الزمالك والاتحاد ضرب الجزاء بغض النظر عن مدى صحتها او خطأها، كابتن محمد ابراهيم اعتقد صار على الحكم فانا النهارده كمدير كورة او كإداري او كمدرب او كلاعب بنفعل الحكم، فما بالنا بالجمهور يعني. الاول نظبط المنظومة اللي الكرويه سواء الحكام او اللوائح بتحكم الناس، واللي هو في اتجاه طبعا للعوده التدريجيه، بس تدريجيه بارقام ايه واعداد ايه اللي هي، لكن في تجارب الاهلي في افريقيا لعب بجماهير كانت قدمت نموذج رائع جدا، المصري نفس الحكايه قدم نموذج رائع جدا. انا شايف ان هي في وسط افريقيا حققت نجاحات ومع المنتخب حققت نجاحات. عائق لعوده الانديه والضوابط الامنيه وضوابط الدخول والخروج والتذاكر دي محتاجه بعض الوقت الى حد ما، نبدا مثلا بخمسه او 10 وبعد كده تدريجيا ممكن الى حد ما يعني، بس الاول نقدر نظبط المنظومه الداخليه او منظومه اتحاد الكوره ومنظومه الحكام عشان ما يحصلش اي مشاكل فيها بعد ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن، يمكن انا سامع اخبار كويسه وفي اجتماعات حاليا شغال اجتماعات اللي هو التفاوض على العدد، التفاوض حاليا على العدد خمسه ولا اربعه ولا 10، لسه الامور مش واضحه. وفي اجتماع مع الانديه مع رؤساء الانديه لوضع الضوابط، لان الانديه يبقى النادي هو المسؤول عن اختياراته او ان هو العدد اللي هو المسموح له هيخش له بكل مباراه. طب لو هاخد من حضرتك منشيت كده يعني خاص بالجوله الاولى ومنشيت خاص بالجوله الثانيه. الجولة الأولى بداية مقلقة للدوري المصري، دي وجهة نظري الشخصية أو العنوان اللي هو كتوتال أحداث الأسبوع المباريات كلها. الجولة الثانية خارج التوقعات. خارج التوقعات. أستاذ حاتم شكرا جزيلا لحضرتك وتنورني. أشكرك كابتن سيد والتوفيق دايما إن شاء الله. نتواصل على خير إن شاء الله بإذن الله.
فقرتنا الاولى خلصت، هنروح للفقره الثانيه بعد ما نسمع تقرير او نشوف تقرير خاص مع النقاد الرياضيين ورايهم في الجوله الاولى، وبعدين نستقبل ضيوفنا كابتن عادل عبد الرحمن كابتن احمد بلال. اهم الملاحظه في الاسبوع الاول للدوري ان كل الفرق تقريبا دعمت، كل الفرق مستعده، كل الفرق واخده الدوري بشكل جدي، كل الفرق عارفه ان الدور الاول هو دور تجميع النقاط، وان اللي مش هيلحق نفسه في الدور الاول هيتعب في الدور الثاني اللي بيختلف فيه الوضع تماما، خاصه سياسه النفس الطويل للفرق الكبيره اللي عندها الخبره زي النادي الاهلي، وبالتالي اغلب الفرق ظهرت بشكل جيد. الملاحظه ان الفرق الصاعده حتى لو كانت خسرت زي الحدود والجونه لكن ادوا بشكل جيد، نادي التالت بتاعهم النجوم او نجوم مستقبل كان ادى التعادل وادى بشكل جيد جدا. الملاحظه الثانيه ان في الاسبوع الاول ان غياب الجماهير طبعا مؤثر جدا، اعتقد ان لو الجمهور كان موجود هيبقى شكل الدوري ساخن اكتر. اهم ملحوظه في شفناها في الماتشات اللي اتلعبت في الجوله الاولى ان معظم الفرق رغم ان في كان في فتره راحه بين الموسم الماضي والموسم ده بسبب مشاركه منتخب كاس العالم، لكن انا شفت ان المستوى البدني بتاع معظم الانديه مش هو ده اللي كان متوقع، ممكن تكون دي البدايه، لكن احنا كان في فتره راحه كبيره جدا، فكنا منتظرين يكون المستوى البدني افضل من كده للفرق، يكون في حاله انسجام بين الفرق، خصوصا ان معظم الفرق غيرت لاعبتها بشكل كبير جدا بسبب كسرت عدد الماتشات الوديه اللي لعبوها طول فتره الاعداد، كان في عوامل كتيره جدا كانت مخلينا ان احنا نامل في بدايه افضل من كده، لكن البدايه انا شايفها ما زالت بدايه متواضعه. هو دوري ساخن جدا، الاجواء كلها بتؤكد ان الدوري هيكون ساخن، شفنا تويتات من هنا ومن هنا، شفنا سوق انتقالات ضخم جدا في مباراه الدوري، شفنا اسعار كبيره جدا ومبالغ فيها، الدوري المصري وصل للمليارات، يمكن فريق النادي الأهلي هو صاحب أعلى قيمة تسويقية على الإطلاق، يصل للمليار ومليار وشوية، بعده في فرق كتير، الزمالك اقترب من النص مليار، بالتالي لا في زخم من النجوم في الدوري المصري السنة دي، أتمنى أن نشوف دوري ساخن جدا. الجولة الثانية فيها مباريات صعبة، مصري والأهلي، وبنقول مصري لأن هو صاحب المباراة، مباراة صعبة، مباراة فرقتين كويسين، فرقتين المصري ماشي بشكل جيد في الكونفدرالية، النادي الأهلي صلح أوضاعه وبقى شكله متميز في أبطال أفريقيا، وبالتالي هتبقى جولة مهمة جدا، وخاصة النادي الأهلي عنده بعد كده النجم اللبناني في البطولة العربية لتلاحق مباريات. النادي الاهلي يمكن واجه ظروف اصابات، اعتقد ان البدايه اللي بداها الزمالك في بدايه الجوله الثانيه هتخلي الوضع مختلف، الفوز الكبير على الاتحاد السكندري بخمس اهداف هيخلي كل الانديه اللي بتنافس، هما احنا بنتكلم في الاهلي والزمالك وقد يكون بيراميدز مازن يعني بحكم الصفقات اللي قام بيها، لكن انا شايف ان هي صفقات مش تعني ان هو هينافس على البطوله خالص، يعني ممكن ده يعمل نوع من انواع الحماس عند الفئه، ممكن يكون في خطوات اكبر. النادي الاهلي اعتقد ان هو التعادل مع الاسماعيلي في بدايه الدوري هيخلي حساباته تختلف الفتره الجايه لانه فريق بطل وبيلعب على البطوله، ف الماتشات الجايه هيبقى فيه اكتر، هيبقى فيه نزعه هجوميه اكتر عند بعض الفرق اللي عندها رغبه ان هي تعمل شكل او يكون لها مكان في الجدول افضل من اللي هي موجوده فيه. الجوله الثانيه يمكن بدات بمباراه الزمالك والاتحاد السكندري، كان الزمالك موفق في الجوله الثانيه، لكن اعتقد ان المشوار ما زال طويل جدا لكل الفرق. الجولة الثانية هتكون أكثر سخونة من الجولة الأولى لأن بعض الفرق عرفت أخطائها وتعلمت من أخطائها في الجولة الأولى، لكن الجولة الثانية أعتقد أن الناس هتبدأ تستوعب ده، هيبدأ كل مدرب يظبط فرقته أكثر، أعتقد مباراة الجولة الثانية هتكون أفضل بكثير من مباراة الجولة الأولى. We'll be right back.
مساء الفل عليكم مره ثانيه، والجزء الاخير من حلقتنا النهارده حلقه ملعب الاهلي مع اثنين بالتاكيد واحد من جيل 90 كاس العالم 90 جري مره جاريه كده في الجول بتاع مجدي عبد الغني ما تفهمش هو كان رايح فين، يعني كان بيعمل ايه؟ ده السؤال اللي هنعرفه منه او اجابته منه دلوقتي كابتن عادل عبد الرحمن نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر والمدير الفني لواحده من اهم الفرق اللي موجوده في النادي الاهلي في الوقت الحالي ومستقبل النادي الاهلي في الوقت الحالي فرقه بالتاكيد هي الاخر المرحله العمريه 97. مساء الفل يا كابتن عادل. كابتن سيد اهلا بيك ومرحبا وانا سعيد اني معاك، وانت عارف ان انا طول عمري رأيي فيك ان انت في كل اعمالك، فان شاء الله لو كمدير كرة من افضل الناس اللي بتشغلها وحتى في الاعلام حاجة كبيرة قوي. ربنا يخليك يا فندم، شهادة اعتز بيها جدا. الله يخليك. مع واحد طبعا زميل ملاعب وزميل مش دكة واحدة، اوضة واحدة وشقة واحدة وحاجات كتير قوي، فضهر شوية في الاخر كده، لكن في النهاية نجم من نجوم منتخب مصر، نجم من نجوم النادي الاهلي، واحد من اللي كانت رجليه عارفه طريق المرمى، واحد من الناس اللي كانت ممكن يعني لو في اعلام في الوقت الحالي كان يبقى راح لبعيد خالص على المستوى الاوروبي. كابتن احمد بلال مساء الفل. مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيد، ازيك؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله زي الفل. مبسوط اني معاك مره ثالثه، وكابتن عادل طبعا يعني كابتننا الكبير، وسعيد ان انا موجود معاه النهارده. الله يخليك. طيب تشكيله في الاستوديو حلو قوي، انا دايما في الحاجات اللي حاجات زي كده كابتن عادل بتبقى العمليه مش اسئله واجابه، ممكن مناقشه عاديه تمام، الناس تخرج منها بفايده. انا معايا واحد دلوقتي من الناس اللي زي ما قلت عندها مسؤوليه في الفتره اللي جايه للنادي الاهلي وتيم النادي الاهلي ومستقبل النادي الاهلي، واحد من الاسلحه الاساسيه والرئاسيه والمهمه والمستقبليه وكل حاجه ممكن تقولها هو الناشئ في النادي الاهلي. عايز تقول حاجه في النقطه دي يا كابتن عادل قبل ما نخوض في حوارنا؟ عايز اقول انه لا مناص منها، يعني لانه خلاص الحاله الاقتصاديه بقت عاليه قوي. صح. اللعيبه بقى اسعارها جنوني، مفيش الا انك تعتمد على اولادك، ومفيش الا انك تعمل لازم حتى كمان تعمل دخل النادي من الكنز اللي عندك وهو قطاع الناشئين. فيجب ان احنا نحط في دماغنا في الايام اللي جايه ان مستقبل نادينا في القطاع عندنا، ومستقبل الدخل بتاع نادينا كمان لازم يبقى من القطاع، فدي حاجه مهمه جدا في الكوره في الايام دي، ولان كمان الاحتراف ما فرقش ما بين الروح الفلانه ومش روح الفلانه، عندك وقت كبير قوي للناشئ انك تعلمه ازاي يحب النادي بتاعه مع الاحتراف. ده مهم قوي، خلي بالك. ما هي دي مهمه راحت مننا كتير قوي يا كابتن سعيد، يمكن انتوا من ابناء النادي الاهلي وتربيته جوه جدران النادي الاهلي ولعبته على اعلى مستوى، كنت لعيبه كبار ومؤثرين في فرقه النادي الاهلي. ما افتكرش في وقت من الاوقات انتوا عمركم ما كانت روحكم تقل عن 100% في المباريات دي، واحد. صحيح. اتنين، الحاجه المهمه، عمرك ما كنت مصلحتك قبل مصلحه النادي الاهلي. دي برضو حاجه مهمه جدا. الحاجه الثالثه، احنا في احتراف تاخد فلوس كويس لكن تدي روح اعلى، فلما تكون من النادي تاخد حقك وتاخد فلوس كويسه برضو وعشان الحياه والعيشه، لكن انت متربي ومتاسس عندنا ومقلل الاسعار شويه. يعني لكم ان تتخيلوا يا كباتن احنا في الوقت الحالي السنين الجايه ممكن يبقى في لعيبه ب 100 مليون حقيقي في مصر. طبعا. فاحنا دلوقتي ممكن ال 100 مليون بدل ما احنا نشتري ب 100 مليون، لا احنا نعمل ونبيع ب 100 مليون ويبقى عندنا في نادينا لعيبه ب 100 مليون. بلال، بنظره اقتصاديه، وانا كنت شاطر جدا في الحساب 5 في 6 30 تحب اخليهم لك 42. بنظره اقتصاديه هي مش ب 100 مليون كده، هي ب 200 او ب 300 مليون. ليه بقى؟ لان لو عندك يا كابتن عادل ممكن تبيعه ب 200 و 300 مليون. صح. تمام؟ وهو لو مش عندك ممكن تشتريه ب 100 مليون. الاول بالظبط. فاذا بنظره حسابيه. صح. ب 200 ب 300 مليون. صح. الفكره لازم يبقى في يعني جهد كبير جدا جدا على القاعده الشعبيه اللي تحت. محدش يقنعني ولا هقتنع ابدا ان صلاح محسن كانت اولى اختياراته نادي غير الاهلي مثلا، يعني او اي نادي شعبي اقصد. صح. يعني انبي مع احترامي الكامل ليه وتقديري للمسؤولين اللي فيه، لكن الناس اللي موجوده في الارياف او اللي موجوده في المحافظات تقييم او ترتيبها في الاولويات للنادي مثلا زي الاهلي طبعا او اي نادي شعبي تاني اخر، يعني فاهمني؟ فقول لي الدور اللي ممكن يساعد في 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 في, في, في الكشف عن الكنوز دي يا كابتن بلال.
اكيد طبعا. يمكن كابتن سيد زي ما انا وانت واكيد كابتن عادل ولاعيبه كتيره جدا خرجنا من قطاع الناشئين. احنا الاول جينا النادي الاهلي ازاي؟ يعني هي دي الفكره. انت النهارده لما يكون انت مثلا في مصر كلها ال 100 مليون اكيد فيهم يعني لعيبه كتير جدا، فيهم مواهب كتير جدا، فيهم لعيبه تقدر تلعب في منتخب مصر، فيهم لعيبه تقدر تحترف. هي الفكره كلها ان انت ازاي تكتشف اللعيبه دي، ازاي تكتشفهم كمان لما يجوا عندك. الاختبارات اللي انت بتعملها داخل النادي الاهلي، المدربين اللي عينيهم بتبقى جيده، عينيهم كويسه، تقدر تقيم اللعيب، تقدر تشوفه. انت زمان اعتقد ان المدربين كان من اول لمسه او من اول نظره او من اول مباراه على طول بيشوف اللعيب له هدف. يعني مثلا في النادي الاهلي لما رحت لعبت نص ساعه بالظبط او 45 دقيقه، كابتن خالد جدالة كان موجود، طب تعالى كمل معايا هشوفك بقى مع الفرقه، هشوفك مع الفرقه. فهي دي الفكره اللي احنا عايزينها. المدربين اللي كانوا نجوم كانوا لعيبه اكيد عندهم فنيات عاليه قوي، يقدروا هم يكتشفوا اللعيبه دي، يقدروا يكتشفوا الناشئين، يقدروا يجيبوهم عندك في الفرقه، يقدروا يقيموهم بشكل جيد. يعني مش اي برضه لاحق، مش اي واحد يبقى مدرب يا كابتن سيد، مش اي لعيب كان لعيب كوره يقدر يبقى مدرب كويس، ومش اي مدرب كويس يقدر يبقى كوتش كويس يعني كويس على اللعيب، بيقدر يشوف كويس. بيقول كلام كبير قوي النهارده. لا بيقول كلام كبير فتح لنا نقطه مهمه جدا. نقطه المدرب اللي يجي في القطاع لازم يبقى افضل من المدرب بتاع الفريق الاول، واحسبها لك اقتصاديا. بيحضر. لا واحسبها لك اقتصاديا. يعني اي عندنا دايما الهرم مقلوب. يعني المدرب اللي تحت اصعب من اللي فوق. اللي فوق بيشتغل تاكتكس بس وبيشتغل جاهز. اللي فوق المفروض اللي اشتغلت على الجوله ده بيكون جاهز. بص يا كابتن سيد، انا اشتغلت فوق وتحت. يعني اشتغلت في الناشئين في النادي الاهلي، وبعدين مسكت انديه كبيره. الاصعب وانا بربي تحت، لكن فوق سهل. انت خلاص بتلعب اللعيبه. فالكابتن بلال قال كلمه مهمه، لازم مراعاه المدرب الاول، انك انت مش مجرد انك بتحط مدرب. المدرب ده بيخسرك ملايين. انت ممكن تستخسر في مدرب رقم تمام او الحاله الاقتصاديه، ولكن انت ده بيخسرك كتير جدا. يعني انت ممكن تجيب اغلى هيكسبك اكتر. مظبوط. صح زي كده. صح، وخصوصا في العصر اللي احنا فيه بلين. اكيد. كمل فكرتك. انت خلاص بقيت يا كابتن سيد دلوقتي زي ما كابتن عادل اتكلم من شويه وقال، انت دلوقتي الكره بقت ارقام كبيره، ارقام عاليه تمام. واحنا في مصر خلينا نتكلم بوضوح وشفافيه، مفيش الرياضه في مصر بشكل عام ما فيهاش استثمار عالي قوي. لكن انت دلوقتي مضطر ان انت تجاري الاحداث اللي بتحصل دي. انت في انديه النهارده بتدفع ارقام كبيره جدا جدا عشان تستحوذ على كم اللعيبه اللي موجود. فالنهارده هتجاري الانديه دي ازاي؟ الامكانيات الماديه اكيد مهما وصلت مش هتوصل للارقام الكبيره. بالظبط. لو انت عندك بقى بتشتغل كويس قوي على القطاع اللي موجود عندك. ما انت النهارده رمضان صبحي ما خرج من النادي الاهلي، تريزيجيه لما احترف، تريزيجيه يعني اللعيبه دي خرجت من النادي الاهلي، جابت فلوس، لعبت في النادي الاهلي، جابت بطولات، وفي نفس الوقت بقى استثمار جيد بالنسبه للنادي الاهلي. زي اللعيب اللي بتشتري من بره بالظبط. بتشتري ب 2 مليون دولار، لما بيجي لك في رقم كبير جدا خلاص بتبيعه، لان ده برده في الاول وفي الاخر انت عايز تكمل المسيره بتاعتك. هو اللعيبه كل ما فيش لعيب بيفضل قاعد يلعب طول العمر يعني لفتره كبيره. فانت عندك القطاع اللي موجود تحت، لو انت عندك بتخرج كل سنه 2 3 لعيبه، مش هنتكلم بقى في 6 7 و8، لا بنتكلم في 2 3 لعيبه. انت ممكن خلال 3 4 سنين يبقى عندك فريق متكامل. دورة. من عندك بالظبط هيبقى عندك فريق متكامل. انا وانت، ابراهيم سعيد، امير عبد الحميد، حسام غالي، عماد متعب، ما دي اللعيبه تعاقبت ورا بعضها. انت طلعت قبلينا بسنه، وبعدين وانا جيت بعديك، وابراهيم سعيد معانا، وامير عبد الحميد بعدينا، وعماد متعب بعدينا. هذا التعاقب. حسام عاشور النهارده ابناء النادي. لما يعني ما اعرفش، انا كنا بنتكلم انا وانت السنه اللي فاتت، فكنت بكلمك في النادي الاهلي فين ولاد. اكبر نادي فيه قطاع ناشئين هو الاهلي برضه. طبعا انت عارف محمد الشناوي اصل الاهلي، نادي الاهلي. احمد شريف اكرامي اصل من النادي الاهلي. عندك محمد هاني اصل من اصول النادي الاهلي. سعد سمير من ولاد النادي الاهلي. حسام عاشور من ولاد النادي الاهلي. نعم. أيمن أشرف السيد هشام محمد. هشام محمد. لا أنا أديك نعم. مفاجأة كبيرة بقى. إحنا اشتغلنا في النادي الأهلي 9 سنين في القطاع. كان الكابتن بدر رجب والكابتن ضياء السيد والناس والمدربين كتير يعني. جمال السيد تقريبا كده. وجمال كان تحت جه بعدين. تخيل يا كابتن سيد يا كابتن بلال، احنا بنقعد نتفرج على الدوري المصري ممكن نلاقي 60-65% من لعيبه الدوري المصري احنا مرناه. يا موجود عندك في مرناه مش كانوا في النادي الاهلي. اقول لك ليه يا كابتن؟ المشكله اللي الناس لازم تعرفها. تمرنت يعني كان في النادي الاهلي؟ كان في النادي الاهلي. المشكله ايه؟ ان انت النادي الاهلي كل سنه يعني مثلا بالتبعيه انت
في 30 لعيب طالع لك من جيل، وانت موجود عندك الفريق الاول وانت كنت مدير كره كابتن سعيد وشايل. لما اجي السنه دي مثلا او السنه السنين اللي انتوا كنتوا مثلا فيها وبتكسبوا بطولات اللي هي ايام مانو الجوزيه لما كان موجود والحاجات دي، كان في اخر السنه كنت بتلاقي مثلا واحد زي محمد عماره منتخب افريقيا، وكان عندنا اسامه حسن كان لسه طالع وده منتخب افريقيا محمد عماره، عاوزين رقم اسم او عاوزين واحد يلعب في النادي الاهلي، لانك القايمه عندك بترتبط بيها. يعني القايمه السنه دي 25 تخيل يا كابتن، انت دلوقتي السنه الجايه 25 مثلا، انت طالع لك لعيبه من اخر مرحله عمريه 6 7 7 8 كمان يا كابتن، هتعمل فيهم ايه؟ وعندك نجوم عامله عقود كبيره قوي، فلازم تعرف ان اللوائح بتاعتك مش مناسبه لغه الاحتراف. ما فيش حاجه اسمها قايمه في الاحتراف. اه طبعا مفتوحه كده، مفتوحه طبعا، بس خلي بالك يعني في يناير هيبداوا في 5 داخلين يا بلال، وفي السنه الجايه مش هتبقى كده ابدا، وده قرار مش صح خالص. 25 ده قرار مش صح خالص، انت جاي في اكتر موسم مزحوم اساسا، هتلعب اثنين بافريقيا السنه دي في موسم واحد، بطوله عربيه وبطوله عربيه وبطوله عندك بطوله لا وبطوله افريقيا السنه الجايه في شهر 6 اللي جاي، بطوله افريقيه. عارف النادي الاهلي هيلعبوا كام مباراه؟ كام؟ لو وصل لكل البطولات للنهائي ممكن يخش له في 75 مباراه، غير شغل بالدولي باللعيبه الدوليه اللي عندك لما يلعبوا بطوله افريقيا ولما يلعبوا تصفيات افريقيا مع المنتخبات. 75 مباراه في قد ايه؟ تلعب موسم بحاله، دي هيعمل ايه؟ هتلضم في موسم تاني. ما هو المشكله ان احنا عاوزين نخطط للكره المصريه، لنخطط بصح، لنسيبها زي زمان. خلي بالك زمان احنا كنا كويسين برضو، لاني ما كانش فيه بطولات كتير وما كانش فيه الميديا حتى الكتيره دي. مظبوط. لكن انت دلوقتي عاوز اقول لك 25 لعيب ازاي؟ ازاي هيلعبوا؟ يعني زي النادي الاهلي مثلا هيلعب في كذا اتجاه، بطوله عربيه، كاس افريقيا، كاس مصر، الدوري المصري، وخلي بالك وعنده لعيبه بتشارك في منتخب اول ومنتخب اولمبي، منتخبات كمان. فهذه المشكله الكبيره، احنا ازاي يعني مثلا حتى نوافق على الامور دي؟ انت فاهمه؟ لكن من تبع النادي الاهلي ان هو ليدر في كل حاجه. انا ثقه فيه كبيره قوي. النهارده كابتن خطيب بيزوركم في التمرين ولا؟ كابتن كان موجود النهارده، كان بيفتتح حاجه في النادي بتهيألي، وجه زارنا وشاف الملاعب كلها. عندك ناس كده؟ عندك مهتم. ناس عندنا؟ عندك ناس كابتن عايز يعمل يعني كابتن دي حقيقه. يعني اول ما جيت قال لي احنا عايزين نعمل لعيبه للنادي الاهلي زي ما كانوا زمان. احنا قطاع الناشئين كان ولاد، بيجيب مدربين كتير كمان زي الكابتن بدر رجب، ده كان عامل اجيال. طبعا من احسن يعني الناس اللي اشتغلت يعني بدايه حقيقه. يعني نص لعيبه مصر مش النادي الاهلي بس الكابتن بدر رجب. فالكابتن كان مصر على انه عاوز يعمل حاجه في الايام اللي جايه، انه طب ساعدوه بقى يعني، هات لعيبه كده ساعدوه بقى. شوف احنا 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 نشتغل. انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن سيد، القطاع هو اللي بيشتغل كله، مفيش فرقه في القطاع هي اللي هتطلع. صح، لازم الناس تبقى عارفه. صح صح، من صح الصغر لو صح الولد طلع متاسس من انت بيجي لك مرحله تحت صعبه. خلي بالك انت بيجي لك مرحله صعبه، مرحله الياس. طبعا انا بسميها مرحله الياس. دي حقيقه. ليه انت عندك كام سنه؟ لا مش انا المرحله بتاعتي، انا بتكلم عن مرحله اللعيبه دي. بص يا كابتن سيد، اللعيبه دي ولا بتلعب فريق اول ولا اسمهم ناشئين لانهم كبار. يعني عندك حق، عندك ما فيش حاجه اسمها تعامل معاهم صعب كمان كابتن سيد. ما فيش حاجه اسمها لعيب يقعد 17 سنه. بحب التفاؤل. ما انا متفائل طبعا. عندك كام لعيب ممكن يبقى في الدرجه الاولى كده ان شاء الله؟ في مفاجآت كويسه. محمد عبد المنعم عندك؟ لا عندي كتير كمان. عندي انا ما بقولش اسماء علشان اللعيبه كلها عندي سواسيه، هجرب فيهم وهشتغل معاهم وان شاء الله انا اتمنى كلهم يطلعوا. لكن لما اكون متفائل ان شاء الله ان هيطلع مجموعه كويسه قوي. بس مش المهم انه يطلع، استمر. المهم انه يستمر ويفيدنا، ودي حاجه مهمه. طيب بلال، ناس كتير جدا بيبقى عندها سؤال، يعني دول 10 مليون 8 مليون و12 مليون واقل من كده وعندها منتخبات قويه جدا. طبعا تمام. انا اجابتي و3 مليون ونص كمان. يعني ايسلندا. ايسلندا مظبوط، ايسلندا كانت كرواتيا كاس عالم، وكرواتيا وصلت للفاينل. وصلت للفاينل صح. انا عندي اجابه، ممكن اكون غلط ولا صح، لكن عندي اجابه واسمع اجابتك. الموضوع مش بالعدد،
الموضوع خد ايه اثناء لعبه، يعني ده اتعلم ايه، صح. وبتيجي من هنا قيمه المدرب. احكي لك على واقع كده، دي حقيقي مش هزار والله. في 96 او 95 كان عندنا بطوله في روسيا، سوري في البرتغال، منتخب كابتن حلمي طولان، منتخب شباب استشهد بيها، نعم شباب، منتخب شباب احنا وفرنسا وروسيا والبرتغال. اول مواجهه لينا كانت مع فرنسا، اول 10 دقائق فرنسا راح جايبه جونين. تمام. اول مره نشوف ان الفيرويد، كانت معرفتنا بالكوره في الفيرويد ان لما تتلعب ضربه مرمى كابتن عادل او كره طوليه يطلع يقوم عاملها للهاف رايت للهاف ليفت، عارف 3 5 يسندها. اول مره نشوف فيرويد يطلع يقوم نازل بالكوره بصدره، يعني يطلع يستلم الكوره على صدره وينزل كده. بعد الماتش تعادلنا 3-3، كانت 2-0، وبعدين كسبنا 3-2 انا وفاروق ووليد صلاح عبد اللطيف، جبنا 3 جوال، وبعدين عم منصف الله مساء الخير يا منصف من اخر ثانيه كده اتعادلوا 3-3. اوكي. مدرب الفريق الفرنسي جالي بعد الماتش، اتكلم معايا كلام كويس جدا جدا، وكان معجب جدا بي. تمام. بعد 3 سنين يا كابتن عادل انا كنت بنافس سمير كمون على احسن لعيب في مصر، وهنري اللي هو الفيرويد بتاع فرنسا كان بينافس على احسن لعيب في العالم. بص انت المستوى بقى فين والمستوى التاني كان فين. على فكره الفراوده بتاعتهم كان هنري وتريزيجيه. اقصد انت بتاخد ايه اثناء المراحل التعليميه بتاعتك؟ صح. بتشتغل ازاي؟ هي الفكره كلها انك بتشتغل ازاي يا كابتن سعيد؟ يعني وحتى كمان يعني احنا برضو نفس الموضوع، احنا خدنا بطوله افريقيا وكان رونالدينيو موجود معانا، وبعدين ولعيبه كبار كانوا موجود، انيستا كان موجود معانا، جافي كان موجود معانا في بطوله كاس العالم. هم النهارده بقى هو كان بياخد احسن لعيب في العالم، احنا النهارده بندور على حاجه في مصر يعني. لا. هي انت بتشتغل ازاي؟ يعني فاكر احنا بنتفق على ماتش بالظبط فالفكره كلها انت بتشتغل ازاي؟ انا بشوف الحته دي بتاعت يعني ده الشغل المفترض الانديه تعمله، المدربين يشتغلوا الفكر. النهارده زي ما قال كابتن عادل قال حاجه مهمه جدا، وكنا قاعدين بندردش جوه من شويه، المدرب بيشتغل كل حاجه، بيشتغل مدرب وبيشتغل دكتور وبيشتغل طبيب نفسي وبيشتغل بتاع علاج طبيعي وبيشتغل كل حاجه، كل حاجه بيشتغلها. فعشان كده بيشتغل يطلع لعيب قوي، لعيب امكانياته كبيره. انت ممكن يكون سيد عبد الحفيظ النهارده عنده وهو عنده 16 17 سنه من افضل اللعيبه في مصر في مكان، لكن كل ما بيكبر يا كابتن ما بياخدش الجرعات المظبوطه، ما بيتدربش بالشكل المظبوط، ما بيزيدش، او ممكن يزيد على المستوى المحلي عشان هي دي امكانياته. لكن هل سيد طور من امكانياته؟ يعني اتفرج على تيرني في اول كاس عالم ليه، ما اتفرجش عليه في مثلا وهو بيلعب في اخر سنه ليه في الارسنال وهو بيلعب برشلونه لوحده، صح. الماتش اللي كسبه اللي اتغلبوا فيه 1-0، لا فرق مستوى رهيب. شوف صلاح معلش، صلاح صح بالظبط نجم النجوم طبعا، لكن شوف مستواه في ليفربول مثلا، هو في باسل كان حاجه هايله جدا، وفي المقاولين كان حاجه رائعه جدا. في روما برضه، في روما كمان اختلف من روما عن 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 كمان ليفربول، طريقه الشغل اللي بتشتغلها، يعني ازاي المدرب بيأثر فيك، ازاي بيطور منك، ازاي بتشتغل معاه، المنظومه اللي حواليك بتشتغل ازاي، الهدف بتاعك انت، الهدف بيبقى ما بين المدرب وما بين اللعيب، لازم اللعيب كمان يبقى عنده هدف عشان يقدر يزيد، عشان يقدر يطور من نفسه، كمان المدير الفني لازم يكون عنده هدف كمان. ان هو ازاي يطور اللعيبه دي، بتشتغل ازاي صح، بتشتغل بالعلم ازاي صح. النهارده انت بتشتغل مثلا الاستشفى النهارده يا كابتن سيد اقل حاجه في الكوره النهارده خلاص. طب ممكن اللعيب عندنا يتعور النهارده ويرجع ويبقى عنده غضروف يرجع بعد 3 شهور، يعني تقعد لك 3-4 شهور عشان ترجع. ممكن اللعيب في اوروبا يقعد له 2-3 أسبوع مثلا، بيجي له لعيب بيجي له كسر مثلا، بيكام لما جاله الكسر. بس احنا اتقدمنا في الموضوع ده قبل كده، بس مهما اتقدمت برده بالنسبه لاوروبا برده قليل شويه، فاهم قصدي؟ قليل شويه. دي حاجات جنب ان انت لعيب موهوب او عندك موهبه كويسه او انت لعيب كويس، طبعا هتنمي وتطور وتشتغل ازاي كلها مش حاجه واحده. عندي راي في الموضوع ده وتجربه فيه برضو، نفس الكلام. كنت بلعب الباير بايرن ميونخ واديتها 5-0. اديت للباير 5؟ والله مع الفريق ايمن اشرف. بايرن ميونخ ولا الباير بس؟ لا البايرن ميونخ والله. ايمن اشرف بطوله دوليه في النمسا تحت 16 سنه، ايمن اشرف تمام، احمد منجا، الفرقه اللي كانت معايا ال 91. الراجل جه قال لي، المدرب قال لي انتوا ليه ما بتاخدوش كاس العالم؟ قلت له هاجي لك بعد 5 سنين هتكسبني انت 5-0. صح. الموضوع ليه يا كابتن سعيد؟ باختصار، وده التجارب دي احنا قتلناها بحث. اولا بتيجي الاول، انا بتكلم في الاول، من الاداره. ليه؟ الاداره بيجيب مدرب بيعامله لو ما كسبتش بطوله تمشي. الصناعه تحت انك انت ما تكسبش بطوله. البطولة الحقيقية انك تصنع لاعب واثنين وثلاثة واربعة، لازم الفكر ده كله انت سيد. صح. دي أول نقطة. فيجي المدرب يعمل إيه؟ المدرب يلاعب الأقوى. برافو عليك، صح.
في لاعب بيبقى كويس قوي. الانديه بتستغل مسننين كمان، الناس مسننين صح. وفي لاعب يا كابتن سيد النمو بتاعه بيتاخر صح، بس هو لعيب كويس وهيطلع لعيب كويس. والامثله كتير، تريزيجيه برافو عليك. تريزيجيه اول ما جانا كان قد كده، احنا سميناه تريزيجيه ليه؟ شبه تريزيجيه عشان كان بيلبس فالينا كمان بتاعه فرنسا وبيكتب عليها تريزيجيه. فكان قصير جدا، احنا صبرنا عليه. المهم ان انت كمسؤول مثلا انت لازم تعرف انه اللاعب ده ممكن احنا بنحرقه بدري. احنا بنلعب بطولات، بره بيلعبوا بطولات بس مش بالفكر بتاعنا. احنا بنعمل صراع اشبه بالمهرجانات صح. مهرجانات. احنا بنعمل صراع ما بين اللاعبين بنحرقهم بدري، زائد اولاء الامور كمان، ده اولاء الامور كارثه في الموضوع، ضغط عصبي غير عادي على الولد. طبعا كارثه. بقول لك يا كابتن دلوقتي بقى مدرس الثانويه العامه دروس خاصه، يعني يقول لك انا 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 جيت انا قاعد بره بقالي 5 سنين لما رجعت شفت لقيت الكلام اللي بيودوا مدرس برايفت وايه ده، يعني الكره مش كده خالص. واحنا بنحرق اللاعب بدري بدل ما نصنع، ما عندنا صناعه بطل. الحاجه الثانيه الممارسه، المدربين كمان، في مدربين شغالين في الشق ده كويس قوي باسعارهم عاليه، لازم تجيبهم عشان يشتغلوا عشان يربوا العلم، اشتغل بالعلم بقى في الفتره الحاليه. تخيل يا كابتن دلوقتي في نوع من انك انت تعرف الياف اللاعب، يعني انت دلوقتي كنت زمان بتتحير ما بين ايه، ما بين انك انت اللاعب ده يطلع قصير ولا طويل. احنا كنا بنعملها بالتجارب العاديه، حد في اهلك طويل لا خلاص بقى علم دلوقتي. حاجه ثانيه يعني محمد صلاح احنا لسه كنا بنتكلم عليه، افضل من افضل 3 لعيبه في العالم في الوقت الحالي صح. عندنا لعيبه مهاريا اعلى منهم بيلعبوا في الدوري المصري، منهم احمد الشيخ ومنهم مهاريا، لكن محمد صلاح يمتلك اهم عنصر في كره القدم في الوقت الحالي، السرعه. السرعه ليه اهم عنصر؟ علشان دي الحاجه الوحيده الرباني عاوز تنميها، تنميها 3% فقط لا غير. فمحمد صلاح يمتلك اهم عنصر، والعناصر الثانيه بقى اللي بيمتلكها محمد صلاح فكر وتكتيك وشخصيه وحاجات من دي كتير قوي، دي ممكن تكتسب، ممكن احنا نعلمها للعيب. ده دلوقتي كلام في منتهى الاهميه عشان المستقبل، كلام في منتهى الاهميه عشان بكره، عشان تشوف دايما حتى الناس اللي ما بتاخدش حظوظها ولا بتاخد نصيبها او بتاخد يعني جزء جد كبير جدا جدا من مستقبلها لازم تاخده. وبقول لاخواتنا كلنا اللي بيختاروا لعيبه سواء كان في او في اي مكان على فكره، او في اي مكان، مش بالضروره تبقى المهاره اللي عينك عليها، في عنصر السرعه مهم جدا جدا، القوه مهمه جدا. الملعب 11 بوزيشن مش بوزيشن واحد، الملعب 11 مركز، ممكن السريع ده جدا مع التطوير شويه مع التدريبات استخدمه في كذا مركز في الملعب، والقوي نفس الكلام. على العموم كان مهم جدا ان احنا نستعرض ده، وخصوصا ان احنا معانا واحد من الناس الرائعه جدا جدا في انشاء او اخراج الناشئ اللي هو كابتن عادل عبد الرحمن، واحد طبعا من الناس الموهوبه جدا جدا في عالم كره القدم، كابتن احمد بلال. نرجع بقى للحصاد كده شويه كابتن عادل، نتكلم على الاسبوع الاول ورايكم كمان في الاسبوع الثاني مع كابتن احمد بلال. المباريات التسعه اللي اتلعبوا، وفي مباراه واحده بس من الاسبوع الثاني اللي هي مباراه الزمالك والاتحاد السكندري. الاتحاد تعادل مع المقاولين، وبتروجيت تعادل مع الزمالك، والداخليه تعادل مع وادي دجله، والانتاج تعادل مع الحرس، والنجوم تعادل، نجوم اف سي تعادل مع طلائع الجيش، والجونه واسف الانتاج كسب الحرس، والجونه خسر من المصري، والاهلي تعادل مع الاسماعيلي، ومصر المقاصه خسر من سموحه، وبيراميدز كسب ام بي 1-0. رايك بشكل عام على الدور الاول او الاسبوع الاول؟ الاسبوع الاول هو عامه يا كابتن سيد الاسبوع الاول بيرتبط باول 5 اسابيع في الدوري، اي دوري في العالم. اوكي. اي دوري في العالم بتلاقي البدايات بتاعتها بتبقى صعبه، بالذات الفترات الانتقاليه الصغيره اللي ما بين الموسم والموسم، فانت بترجع تعمل اعداد. الفرق الكبيره في الفترات القصيره اللي هو اهلي زمالك مثلا، الفرق اللي بتكمل تلعب للاخر وعندها لعيبه في المنتخبات، فدول من اللي بيتاثروا قوي في بدايه الدوري دايما. الفرق الصغيره اللي هي بتبدا تشتغل في بدايه الدوري، اول 3 اسابيع من بدايه الدوري ممكن يعملوا فجاه، ممكن يشتغلوا كويس، بعد ال3 اسابيع بيرجع الوضع كما هو عليه. الفرق اللي هي عندها لعيبه افضل بتعدي. الاسبوع الاولاني كان اسبوع ضغط عصبي، 1-2 التحضير في فترات الاعداد ما كانتش كافيه، رغم الفتره الزمنيه كويسه بس ما كانتش كافيه ليه يا كابتن، لانه في الفتره دي كانت الكره متوقفه في العالم عشان كاس العالم، حتى عدم التركيز بتاع اللاعبين في فتره اعدادهم عشان كاس العالم، ودي حاجه مهمه جدا.
كان في انا عاوز اقول لك ضغط عصبي على اللاعبين. والحاجه المهمه الثانيه انك انت في عدم تجانس في فرق كتير. ليه؟ لانك بيبقى دي في استخدامات جديده ولاعيبه جداد، فبيبقوا اول ثلاث اسابيع دايما في الدوريات في العالم وبالذات دوريات اللي هي فيها تغييرات كتيره في اللاعبين. يمكن احنا مثلا في الدوري الاسباني نشوف الدوري الاسباني ما نلاقيش تغييرات بتبقى كتيره في الانديه الكبيره. فعلشان كده بقول لك ان الدوري هيفضل على نفس المنوال الاسبوع الاولاني، الاسبوع الثاني بلا مفاجات هيشتغل. ممكن اللعيبه يمكن انا استغربت بس من نتيجه الكابتن بلال اتكلم عليها بتاعه الزمالك 5 من الاتحاد، ولكن الوضع الدور الاولاني كان وضع طبيعي جدا في مثل هذه الدوريات. طب بلال، يعني واضح ان احنا هنشوف اسبوع مختلف، الاسبوع الثاني مختلف، بدأوا بسداسيه 5 للزمالك وهدف للاتحاد السكندري، يعني الاسبوع واضح ان هو ممكن يبقى مختلف من حيث الاهداف. الاهداف في الاسبوع الاول كلها على بعض 14 مباراه واحده بس في الاسبوع الثاني اللي هي الاولى 6 اهداف، فداخلين على اسبوع مختلف. طبعا يمكن الفرق زي ما قال كابتن عادل يمكن اوافق الراي. طبعا المشكله في فترات الاعداد اللي بيعاني منها الفرق الكبيره، الفرق الكبيره بتعاني منها لان في لعيبه بتبقى موجوده في المنتخب، في لعيبه محترفه ممكن ترجع لك في وقت متاخر، في لعيبه ممكن ما تكونش عندها اصابات ما جهزتش، الفرقه الصغيره ما عندهاش مشكله بتعمل فتره اعداد من بدري، في فرقه بتقعد شهرين فتره الاعداد، فالفرقه الصغيره بتقدر تستفيد اكتر بكتير من الفرقه الكبيره في فترات الاعداد. وده ممكن نلاقيه كان واضح في الاسبوع الاول. يمكن من الاسبوع الثاني الامور هتبتدي تتغير يا كابتن سعيد. المديرين الفنيين خلاص ابتدوا يقروا اللعيبه بتاعتهم، ابتدوا يكتشفوا اللعيبه، ابتدوا كمان يحكموا على اللعيبه مين الاجهز بدنيا، مين الاجهز فنيا، مين ممكن يكون موجود. يعني الزمالك المدير الفني الاسبوع الاول بيلعب بطريقه لعب، الاسبوع الثاني بيلعب بطريقه لعب مختلفه، قدر ان هو يحكم على اللعيبه الاجهز بدنيا، ودي بتبقى مهمه جدا في بدايه طبعا تحسب له اكيد. دي بتبقى مهمه جدا في بدايه الدوري العام، مين الاجهز بدنيا بالنسبه لك. انت اللعيبه ممكن كلها تكون فنيه ممكن قريبه من بعضها، لكن الاجهز بدني هو ده اللي هديله بعد كده زي ما جروس عمل في المباراه الثانيه. لكن نتيجه 5-1 مش عايز اقول ان هي معبره ان الامور هتختلف بشكل كبير، لان خلاص انت خد بالك في اول 11 ثانيه انت بقول ل 25 ثانيه انت بتسجل هدف، بعديها ب 11 دقيقه بتسجل هدف ثاني قدام فريق عايز يتعادل، بيفتح لعبه قدام فريق زي الزمالك عنده امكانيات كبيره، فخلاص الجيم بيهرب منك بشكل كبير يعني. فمش عايز اقول ان مباراه الزمالك هي هتبقى حكم على الاسبوع الثاني، الاسبوع الثاني ممكن يبقى مختلف شويه بالنسبه للفرق الكبيره، الفرق الكبيره خلاص استعدت بشكل كويس، خد اول مباراه برده بتديك تجربه كويسه، بيخلي المدير الفني يقدر يقرا خلاص الفرق بالنسبه للفرق الصغيره بالنسبه للفرق الكبيره، المدير الفني بيبقى قراها خلاص، شاف لها مباراه، عرف نقاط القوه والضعف بالنسبه لها ما بقتش مبهمه. فاعتقد الاسبوع الثاني بقى مختلف شويه فنيا، بقى مختلف لياقيا كمان، بعض اللعيبه بتدخل بشكل كويس في المباريات، فالاسبوع الثاني هيبقى مختلف شويه عن الاولاني، مش هيبقى فيه مفاجات كتير يعني. طيب كابتن عادل، هنروح للظاهره في الاسبوع الاول برضو، يعني ثلاث اهداف والثلاث اهداف مؤثرين يعني في النتيجه، مش مكملين لنتيجه مثلا سير عليها اللقاء. يعني الانتاج الحربي بيفوز على حرس الحدود مع كابتن مختار في الدقيقه 89، يعني الدقيقه 90 الاهلي بيتعادل مع الاسماعيلي في الدقيقه 94، بيراميدز بيفوز على انبي في الدقيقه 94. مش عايز اقول ظاهره، لكن اهداف اثرت في نتيجه اللقاء. من وجهه نظر تدريبيه، اهداف اللحظات الاخيره ديت بتبقى كميه ضغط على المنافس اسبابها رئيسيه من وجهه نظرك؟ اول حاجه اللياقه البدنيه، في بدايه الموسم دايما ممكن تلاقي المباريات اللي جايه هتلاقي في اهداف كتير في الوقت الاخير. يعني انت لما بتعمل احصائيه على الدوري العام هتلاقي اهداف في الدقيقه 90 بيجوا في اول اسابيع وممكن في اخر الاسابيع، اول اسابيع عشان عدم اكتمال اللياقه البدنيه وفي اخر اسابيع عشان الاجهاد. دي بالنسبه للاجوان. بس انا كنت عايز اتكلم على جروس حاجه. اتفضل. يعني جروس ما غيرش طريقه لعبه على فكره. جروس بيعمل ايه دايما؟ انا اعرفه كويس، انا لعبت قصاده مباريات كتير. السعوديه. مدرب لعبته 3 مباريات. جروس لعب ما لعبش 4-1 4-1 الماتش اللي فات زي ما الناس كانوا بيتكلم. جروس ما بيلعبش الا 4-3-3. هو غير في الافراد وبيغير دايما في الافراد. هو حتى عنده صبر، لكن هو المره دي انا استغربت في بدايته ان هو غير كذا واحد كذا لاعب، بس هو من عادته كمدرب عمره ما بيغير في الموسم 2-3 لعيب. يعني من المدربين اللي بيلعبوا ثابت من مش التاني غير بتاع 6 لعيب. انا دي مستغربها. طالما جروس عمل كده يبقى جروس متاثر بحاجه، دي حقيقه. انا اعرفه كويس، اعرف الراجل ده كويس جدا.
المباراة الأولانية اللي هو لعبها جروس كان بيلعب 4-3-3، هو دايما بيعشق اللعيبة اللي بيلعبوا برجلهم الشمال، دي حقيقة يعني. اتفرج على فرقة الزمالك المباراة اللي هي قبل اللي فاتت، كل لعيب بيلعب برجل الشمال. ممكن كان أيمن حفني كان موجود كان أيمن حفني وجمعة عبد الله جمعة أيمن لا وفي وعمل التبديلة لا وفي كمان كان في اثنين كمان عمل تبديلة مصطفى فتحي برضو نزله الشوط الثاني أحمد فتوح كان وأحمد فتوح ده بكلفت خلاص بقى وعلى ولا وكان في حد ثاني هو لاعب مصطفى فتحي كان مصطفى الشوط الثاني وغير كمان واحد أقول لك كان في خمسة اليومين أمير أحداد بس أمير أحداد مش أشول لا المباراة الأولانية ممكن لكن أنا عايز أقول لك تشكيلها لو عايز يا ريت تشكيلها كان أنا فاكره كويس كان بيلعب يعني جنش وكان النجاز هو بكرايت حمد النجاز طبعا وكان محمد عبد الغني سيرد باك وكان مع وينش وأحمد فتوح وكان محمود عبد العزيز وقدامه رباعي كان يوسف أوباما كان يوسف أوباما وكان كهربا وكان عبد الله جمعة وأيمن حفني وكاسونكو وعبد الله وايمن حفني وكاسونجو كان بالزبط. عنده ثلاثة في نزل مصطفى ونزل مصطفى يبقى اربعه هو 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 دايما بيعمل كده ودايما بيبقى عنده ثبات لما غير السته دي انا استغرب هل جروس اتغير لسه بدري هنشوف طب الظاهره الاخيره في الاسبوع الاول قبل ما نروح نطلع على تقرير الخاص بلقاء الاهلي والمصري وبعدين مكملين حوارنا انا كابتن بلال يمكن الافارقه برضو متميزين كوفي احرص مع المصري ويليام احرز مع الانتاج الحربي وشيلونج اللي هو كان في الاسيوطي لو تفتكر احرز مع سموح طب بص كمان الافارقه كابتن سعيد في الدوري المصري ابتدوا يظهروا بشكل كويس يمكن كمان اعتماد المدربين المصريين على الافارقه في النواحي الهجوميه ادت خلاص خلي بقى عندك ظاهره ان انت اللي بيسجل اهداف دلوقتي بقى لعيب افريقي يعني انت النهارده المدربين النهارده المصريين عندك اربعه كل فرقه فيها اربعه كل والاربعه خد بالك المدربين كلهم عايزين فراوده الاربعه اثنين اساسي دايما بيروح للجزء بالظبط انت بتفكر انت فخلاص انت بتفكر النهارده كمدير فني ان انت عايز سرعه سعد الجزيري هو اللي جاب في الاسماعيلي سعد الجزيري مظبوط عايز سرعه وعايز قوه وعايز وعايز لعيب عنده امكانيات كبيره فانت بتدور على لعيب افريقي هو ده اللعيب اللي معظم المدربين المصريين بيفكروا ان هو مش موجود في الدوري المصري او الخامه دي مش موجوده عندنا خاصه عامل السرعه فالنهارده كل مدير فني بيحط لعيب افريقي بيبقى موجود بالنسبه له هو ده المهاجم اللي بيعتمد عليه عشان كده هنلاقي ان اللعيب الافارقه كمان هتبقى بارزه اكتر من كده في الدوري المصري بعد كده لان كل اللعيبه اللي بتعتمد عليها في النواحي الهجوميه لعيبه كلها افارقه يا اما مثلا برازيليين اجانب او عرب يا اما لعيب افريقي جاي مثلا من افريقيا لعيب ذو البشره السمراء يعني عشان كده هنلاقي الفتره اللي جايه دي كلها كابتن سيد لعيبه الافارقه بتبرز في الدوري المصري هنلاقيها ليها اسعار كبيره اثمان كبيره لا يتواجد بشكل كبير جدا لان خلاص هو ده بقى الخيار هو ده الخيار خلاص بالنسبه لكل المدربين المصريين لان انت لما بتيجي تفكر بتفكر في لعيب مصري نعم اللعيبه دي لعيبه امكانياتها كويسه بتتطور انا عاجبني كوفي جدا 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 3 4 سنين مع المصري بيأدي بشكل رائع جدا ومن افضل اللعيبه اللي جت في مصر في المكان ده بيسجل اهداف بيمنع اهداف لعيب عنده سرعه وعنده قوه وعنده ارتقاء محمد كوفي لعيب وبتلاقيه كمان في الاوقات الصعبه ان هو برده بيسجل اهداف مش بس بيمنع اهداف شلونجو لعيب جيد كان في الاسيوط الموسم الماضي عمل جيم كويس واعتقد مع علي ماهر برده هتتطور السنه دي وهنشوف ام دوكري برده من اللعيبه اللي بتأدي بشكل كويس جدا جدا في الدوري المصري وبرده وليد أزارو طبعا انا بتكلم على الافارقه لكن وليد أزارو طبعا لعيب السنه اللي فاتت هداف دوري السنه دي يعني محتاج شويه بس كمان يزيد شويه عشان الامور يعني ترجع او يرجع هو وليد أزارو الوضع الطبيعي اللي هو التسجيل الاهدافي خلاص الراجل ده كان هداف دوري ومشارك بشكل كويس قوي في مباراه الاسماعيلي خليني اقول لكم ان وليد أزارو وعلي معلول فتحوا الباب على شمال افريقيا بالنسبه للنادي الاهلي نجاحهم الكبير جدا وخصوصا في الموسم اللي فات مع النادي الاهلي فتح الباب لكل شمال افريقيا هتلاقي انبي عندها لعيب مغربي هتلاقي الزمالك جاب لعيب مغربي هتلاقي الاسماعيلي كمان تونسي كمان الزمالك هيجيب الزمالك لعيب فرجاني ساسي وحميد يعني وعبد النجاس كمان معاه والنجاس كمان وحمد النجاس ونوح وائل في انبي وكمان سعد لسعد الجزيري مع الاسماعيلي نطلع تقرير خاص باللقاء المهم جدا للنادي الاهلي لقاء الاهلي والمصري وراي كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن احمد بلال بعد التقرير اللي جاي
لا صوت يعلو فوق صوت مباراة المصري المقرر لها الثلاثاء المقبل ببرج العرب في الجولة الثانية لبطولة الدوري في النادي الأهلي. الجميع في القلعة الحمراء يستعد لهذه المباراة بمزيد من التركيز والجدية بحثا عن أول فوز في مسابقة الدوري بعد التعادل بهدف لمثله أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى للمسابقة. الأهلي حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة الدوري بأربعين لقب، يخوض مباراة المصري بدوافع كبيرة من أجل حصد النقاط الثلاث حتى تكون خير استعداد لمباراة النجم اللبناني يوم 13 من أغسطس الجاري في برج العرب في انطلاقة مشوار المارد الأحمر بالبطولة العربية. من بعدها مباراة الترجي التونسي باستاد رادس يوم 17 من أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. يستعد الأهلي لمباراة المصري من خلال تدريبات يومية مكثفة على ملعبه باستاد التتش، وذلك قبل خوض آخر مران للفريق على ملعب برج العرب. وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون جلسات مكثفة مع لاعبيه على مدار الأيام الماضية للحديث عن أهمية لقاء المصري وضرورة الفوز فيه من أجل حصد النقاط الثلاث في رحلة الحفاظ على درع الدوري البطولة المفضلة لجماهير الأهلي. الجهاز الفني للأهلي تحدث مع لاعب الفريق أيضا عن أهمية ضربة البداية في الدوري، فبعدما حقق الفريق تعادلا قاتلا في اللحظات الأخيرة أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى أثبت الأهلي للجميع أنه فريق له روح عالية وإصرار شديد ورغبة في تحقيق الفوز حتى اللحظات الأخيرة. يستعيد الأهلي جهود ثلاثة من لاعبيه المؤثرين هم وليد سليمان، حسام عاشور، أحمد فتحي بعدما غابوا عن مباراة الإسماعيلي للإصابة قبل أن يتماثل الثلاثي للشفاء ليشاركوا في التدريبات الماضية. هو ما بعث برسالة ثقة واطمئنان داخل الجهاز الفني الذي أكد أن قائمة المصابين في الأهلي قبل مباراة المصري تبدو خالية باستثناء النيجيري جونيور أجاي الذي يحتاج إلى 4 أشهر للعلاج من إصابته الأخيرة بقطع في الرباط الداخلي للركبة. الأهلي يختتم استعداداته للقاء المصري بمران أخير غدا في معسكر الفريق ببرج العرب حتى يتعود اللاعبون على الأجواء والتركيز في المباراة التي تمثل نقطة انطلاقة للأحمر نحو الحفاظ على بطولته المفضلة. الأهلي والمصري مواجهة طبعا بالتأكيد مواجهة صعبة ومواجهة قوية ومواجهة دايما بتكون حماسية. رأيك يا بلال بشكل عام في مباراة الأهلي والمصري؟ مباراة صعبة أكيد يعني قدام فريق المصري، فريق مستعد زي النادي الأهلي بالضبط. لعب نفس المباراة اللي لعبها النادي الأهلي، خد مباراة في بطولة أفريقيا زي النادي الأهلي، كسب المباراة، كسب برضو مباراة الدوري العام، عنده حماسة، عنده مدير فني بيعرف يحمس اللعيبة بشكل جيد. ولكن بالنسبة للنادي الأهلي أعتقد إن الفريق هيكون خلاص، بالنسبة لمستر كارتيرون يقدر يقرأ الفريق المصري بشكل كويس جدا، أكيد اشتغل عليه بشكل كويس قوي. الأهلي عنده العناصر اللي يقدر يكسب بيها المباراة اللي جاية، العناصر الموجودة في نص ملعب، العناصر الشابة اللي اداها الثقة اللي موجودة عند اللعيبة. اعتقد يعني مباراه النادي الاهلي مع المصري بيبقى ليها طابع خاص كابتن سعيد، ما تبقاش مباراه عاديه يعني الاهلي والزمالك والمصري لا طابع خاص. اللعيبه اكيد بتقدر ان دي مباراه قويه جدا، بدايه الدوري بالنسبه للنادي الاهلي، نكسب النادي المصري اعتقد دي هتدي دفعه كبيره جدا بالنسبه للعيبه. الاهلي جاهز بشكل كبير جدا، مدير فني اكيد ارى واكيد عمل التكتيك بتاعه بناء على الامكانيات الموجوده على اللعيبه اللي هتشارك المباراه اللي جايه، واكيد يعني حط ايده على نقاط الضعف اللي موجوده عند المصري ونقاط القوه ايضا يعني. طيب كابتن عادل، يمكن بكره في 3 لقاءات الاهلي والمصري، يوم الثلاث لسه بعد بكره او بكره بقى خلاص، احنا بين الاثنين خلاص 6 اغسطس، حرس الحدود مع الداخليه والاسماعيلي مع بتروجيت وواد دجله مع الجونه.
توقعاتك يعني ماتشات متعادله الا الاسماعيلي والجونه افتكر ان الاسماعيلي مع بتروجيت يمكن المباراه الثانيه يا كابتن في حرس الحدود مع الداخليه الحرس والداخليه الاسماعيلي وبتروجيت والدجله والجونه المباراه الاولانيه فيها توازن ممكن تطلع فيها نتيجه الداخليه والحرس ما تعرفش ان مين ممكن يكسب رغم ان الحرس عمل المباراه الاولى مش بطال عملها كويس قوي كان تعادل لحد الدقيقه 90 المباراتين التانيين ممكن الاسماعيلي يبقى الاسماعيلي يبقى اعلى شويه بتروجيت عامل ماتش كويس قوي من قدام الزمالك ولكن الاسماعيلي انا شايف انه الاسماعيلي هيبقى رقم صعب في الدوري هيبقى كويس قوي الاسماعيلي يمتلك لعيبه كويسه قوي شفتهم في المباراه الاولى ممكن يكسب عنده شويه غيابات كمان يعني عنده مشكله في الغياب في ولكن هيلعب في ملعبه ممكن اقدر اقول لك انه ممكن يروح وبعدين الاسماعيلي دايما معودنا السنة اللي فاتت دي كلها في البدايات بيبقى كويس قوي وهو ممكن مشاكل الاسماعيلي دايما بتبقى في النص الاخير من الدوري او الثلث الاخير من الدوري ولكن افتكر الاسماعيلي المباراه الثالثه وادي دجله والجونه برضو وادي دجله افتكر ان هي ممكن الجونه هشام زكريا عامل فرقه جيده جدا وعامل فرقه كويسه قوي بس تحس ان هي ناقصه خبرات شويه اتمنى لان هشام زكريا من المدربين الجيدين قوي المدربين الكويسين قوي في مصر دي حقيقه يعني يمكن هو بان في البدايات قوي ولكن فغاب فتره ولكن هو من المدربين الكويسين ولكن وادي دجله افتكر خبره اكتر. طيب اخر نقطه يمكن اللي ماسك القياده الفنيه زي ما اشار كابتن عادل هو للجونه هو هشام زكريا هشام ماسك مدرب سابق لوادي دجله طبعا صعب الامر عليهم ولا الدنيا بالنسبه لها خلاص الكره بقت مختلفه لا اختلفت الكره خلاص يعني الامور اختلفت بشكل كبير يعني خلاص انت النهارده مدرب محترف تمسك النهارده وادي دجله بكره تكون وبعدين خد بالك ده موجود في الدوري المصري انت بتمشي من امبي مثلا بتمسك بتروجيت بتسيب بتروجيت بترجع لامبي تاني وهكذا الدايره دي موجوده في مصر مش مقفوله بشكل يعني. مش مقفوله خالص لا مفيش حته مش نادي بيقفل على واحد وخلاص لا خالص مفتوح للكل لا ومفيش مدرب يقعد بيمسك نادي واحد بس في موسم واحد يعني في مصر ممكن 3 4 انديه تمسكهم عادي مفيش مشكله او ممكن 5 عادي جدا يعني فلا خلاص احنا بقينا في عصر الاحتراف كان وادي دجله وحقق نتائج جيده جدا رجع الدوري الممتاز مع الجونه لا بس هو مدرب كويس قوي مدرب كويس جدا وكان مع وادي دجله كان مادي مباريات جيده جدا 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 ولكن ده زمن الاحتراف خلاص الامور اصبحت يعني منتهيه. اوكي كابتن عادل نورتني انت اكتر وكابتن بلال انا سعيد اني ما شفتوش بقالي فتره انا سعيد بيكوا قوي كابتن بلال منورني كالعاده ربنا يخليك يا كابتن سعيد تسلم ربنا يخليك يومنا خلص النهارده على خير بكره ان شاء الرحمن في نفس الميعاد الساعه 11 وتغطيه كامله للاسبوع الثاني او اليوم الثاني في الاسبوع الثاني من الجدول المصري او الدوري المصري 2018 2019 نتقابل بكره على خير في نفس الميعاد الساعه 11